السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مقرر General Microbiological Tests، المحاضرة الثانية تحت إشراف دكتورة أزهار عبد الفتاح السيد ودكتورة بسمة طلعت. إن شاء الله يبقى معاكم دكتورة بسمة في المحاضرة بعنوان Quality Assurance in Microbiology Labs. طبعا احنا بنتكلم عن ضمان الجودة في معامل الميكروبيولوجي، فالهدف من ضمان الجودة او الكواليتي اشورنس عندي ان انا اضمن جودة وكفاءة البيانات المتحصل عليها الناتجة من التحاليل المختلفة اللي ناتجة من التحاليل والتجارب المختلفة اللي انا قمت بيها، علشان اقدر ان انا اطلع ريبورت صح وفي نتائج صح ومتبقاش فيها اي غموض وتبقى واضحة، واقدر ان انا اخد قرار في العينات اللي بتعامل معاها او ان انا باخد فيها قرار بالقبول او بالرفض. طبعا المعمل الجيد بيكون مطبق الكواليتي اشورنس زي ما بيقول الكتاب، يعني لازم تكون التطبيق بتاع الكواليتي اشورنس والاس او بيس لازم تكون تمام في المعمل، لانه لو مش ماشيه الدنيا صح مش هتبقى في كفاءه طبعا في الجوده. طبعا انا على قد ما بقدر لما بيجي اشتغل في معمل الميكروبيولوجي بحاول ان انا اتجنب الكونتامينيشن، وبحاول ان انا بتجنب اللابوراتوري هازاردز، laboratory hazards المشاكل او الانفكشنز المحتملة او نقل العدوى المحتملة من الشغل الميكروبيولوجي لازم ان انا اتعامل معاه، وده عن طريق ان انا لازم اكون عارف القاري المانيوال كويس بتاع اللابوراتوري، ولازم اكون عارف الانستراكشنز كويس، ولازم اكون عارف كل التعليمات اللي قايمة في المعمل. طيب برضو ان انا لازم يكون الستاف اللي شغال معايا في المعمل لازم يكون عنده improvement، لازم اديله كورسات، لازم اديله دورات، لازم اديله ورش عمل workshops تكون ليها يعني تكون في مواضيع خاصة بالتجارب والتحاليل اللي قايم عليها المعمل الميكروبيولوجي التيم شغال فيه. طيب عشان اقدر اقول ان المعمل بتاعي تابع للكواليتي اشورنس او الكيو اي لازم يكون متوفر في المعمل ده بعض من النقاط. ايه هي الاليمنتس اللي لازم تبقى متوفره في المعمل اللي انا شغال فيه؟ لازم اول حاجه يكون في كواليتي بوليسي، لازم يكون في شهاده ضمان للجوده، لازم يبقى في كواليتي بلاننج، لازم يبقى في خطه ممنهجه يمشي عليها المعمل لتحقيق ضمان الجوده، لازم يكون في appropriate record keeping، لازم يكون في عندي سجل فيه كل العمليات اللي بتتم والتجارب اللي حصلت وتسجيل أول بأول وكل النتائج موجودة وكل الزيارات الخاصة بالجودة اللي أنا بعملها سواء كانت جودة داخلية أو خارجية الـ IQA أو الـ EQA لازم تكون متابعة معايا ولازم تكون محتفظ بيها. رابع حاجة control of quality documents، لازم أكون أقدر إن أنا أقدر أهندل أو أقدر إن أنا كل ال documents اللي ليها علاقة بشغل الكواليتي بتاعي لازم أكون أقدر أديرها وأقدر إن أنا أحتفظ بيها بشكل جيد ويبقى سهل الوصول إليها وإن أنا يبقى السورس عندي محتفظ بيه. لازم يكون عندي الستاندرد اوبريتنج بروسيدجرز، لازم يكون معايا المانيوال اللي ماشي بيه صح في كل الاختبارات، والاختبارات بتتعمل ازاي والكيتس بتاعتها وايه الظروف بتاعتها وايه ازاي بتعامل مع الهازاردز بتاعتها وازاي اقدر اتعامل بشروط البايو سيفتي وازاي ان انا اطلع النتائج بتاعتي صح. لازم يكون عندي في تريننج للناس اللي شغاله عندي، الستاف اللي شغال في المعمل، ولازم يبقى في عندي designation of responsibility and authority of personnel، لازم يكون في عندي الناس بتقدر ان هي تتحمل المسؤوليه وتقدر ان هي تقدر تاخد قرار ويبقى في حمايه برضو للحقوق الخاصه بالستاف اللي شغال معايا.
لازم يكون عندي instrument calibration، لازم اقدر ان انا اعمل معايرة واعمل صيانة دورية لكل الادوات اللي انا شغال بيها في المعمل عشان ما يحصلش اي حاجة ممكن تبوظ معايا. لازم يكون في equipment maintenance زي ما احنا قلنا الصيانة الدورية. طبعا حاجة من الحاجات المهمة جدا ان انا لازم يبقى عندي ال validation of data، لازم تكون الداتا الخاصة بكل ال reagents وال cultures وال chemicals، كل المعلومات بتاعتها الخاصة بال handling وال hazards، كل ده لازم يكون متوفر عندي. لازم يبقى عندي طريقة متعارف بيها عشان اعمل sample identification والhandling والstorage والdelivery، ازاي اقدر ان انا اتعامل مع العينة بتاعتي، ازاي اقدر ان انا اتعامل مع كل الادوات اللي موجودة في المعمل، سواء كانت plastics او سواء كانت glass او سواء كانت rubber او سواء كانت اللي هي bioplastic او سواء كانت يعني بيبر، سواء كان يعني ايه الماتيريال بتاعتها، لازم اكون اعرف اتعامل مع المادة اللي انا شغال بيها. لازم اكون بشتغل ب analytical procedures متقدمة وتكون الطرق حديثة وممنهجة وما تبقاش طرق قديمة جدا 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 يعني اتعامل بيها، غير في حالات بسيطة اللي اقدر فعلا اتعامل بحاجات reference قديم جدا زي الميديا المختلفة اللي انا بحضرها، ممكن تكون هي الهاند بوك بتاعي اللي انا شغال بيه تبقى ميديا تحضيرها قديم او هي تركيبها كده وما تحدثتش من ساعة ما اتعملت، فدي الحالة اللي انا اقدر اشتغل بيها بحاجة قديمة. لازم يكون عندي statistical quality control، لازم يكون عندي كل حاجة خاضعة للإحصائيات أو خاضعة للتحليل الإحصائي، إن أنا أحلل الشغل بتاعي إيه كان أعلى إيه كان أحسن إيه كان أقل إيه كان العينات كانت قد إيه، من نسبة العينات كانت أعلى إيه وأقل إيه، أبتدي أشتغل بشغل الإحصائيات بتاعي. لازم اعمل audits of the quality system، لازم دايما اعمل تطوير ولازم اعمل متابعة ولازم اعمل يعني متابعة بشكل دوري وشكل مستمر لل quality system. طبعا انا كل ما يبقى شغلي محطوط تحت البنود كلها اللي احنا ذكرناها دي وماشيين بيه صح وماشيين بيه تمام، كل ما كان انا ضامن الكواليتي اشورنس عندي ماشية تمام جدا. ما الجزء بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي المانجمنت ريسبونسبيليتي في الكواليتي اشورنس. المانجمنت ريسبونسبيليتي دي بتبقى مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها تصميم السيستم بتاع الكواليتي اشورنس، وان انا بحط القواعد والاسس اللي هيمشي بيها المعمل بتاعي وعشان يطلع نتائج صح ويطلع نتائج بيرفكت وبالتالي يطلع ريبورتس ممتازة. طبعا انا لازم اخد بالي ان انا كل ما كانت المانجمنت عندي احسن كل ما كانت الداتا كواليتي اللي طالعة عندي بتبقى قريبة جدا للستاندردز وتبقى حاجة بيرفكت جدا. طبعا المانجمنت ريسبونسبيلتي من المانجمنت responsibilities برضو ان انا بعمل support للستاف اللي شغال معايا. طبعا انا لما اعمل support وبقدر ان انا ادعمهم وبشجعهم واقدر ان انا احفزهم واديهم دورات واديهم كافئات واحاول ان انا اعمل لهم اي تشجيع باي طريقة، ده هيبقى بالنسبة لي حاجة كويسة لان ده هيحفز الناس ان هي تشتغل بطريقة سليمة. وطبعا لازم يكون الستاف ده شغال طبقا للقواعد اللي انا هنبتدي ان احنا المانجمنت هتبتدي ان هي تحطها عشان نمشي عليها. طبعا المانجمنت برضو من الريسبونسبيلتيز بتاعته ان هو بيحط الكيو اي بلان. الكيو اي بلان بتاعتي ان انا همشي هقول الستبس انا بمشي 1 2 3 وهكذا لحد ما اوصل في الاخر للريبورت. طبعا لازم برضو من مهام المانجمنت ان انا اعمل فيريفيكيشن واعمل
دايما اوديتنج، وابتدي ان انا ادي تقييمات، وابتدي ان انا اشوف ايه الغلط واصلحه، واشوف ايه اللي عايز يتحسن وابتدي ان انا احسن فيه، ابتدي احل ايه المشاكل اللي بتحصل عندي، وابتدي ان انا احسن من وضع المعمل اللي انا شغال فيه. من ضمن الحاجات وانا بعمل الـ QA Planning لازم اكون حاطط في اعتباري بند مهم جدا جدا، اللي هو Microbiological Sample Management. ازاي هقدر اتعامل بقى مع العينات الميكروبيولوجية؟ طبعا لازم اخلي بالي علشان ما يبقاش في Infection، عشان ما يبقاش في Hazards، فلازم اخلي بالي جدا جدا. فالتعامل الخاطئ مع الميكروبيال سامبلز دي بيعمل مشكلة جامدة جدا في المعامل. هتبتدي ان هي تعمل change in microbial content، هتعمل change in the chemical makeup، هتعمل يعني ممكن تسبب increase or decrease in number للمايكروorganisms in sample handling، ممكن تؤدي ان المايكروorganisms اللي عندي يحصل لها mortality، ان هي ممكن تموت، ممكن تفقد، ممكن يحصل change في الكيميكال كومبوزيشن زي ما احنا قلنا، ممكن ال pH يختلف، ممكن الهيوميديتي تختلف، فالسامبل كده بالنسبة لي هتبقى غلط. طبعا انا علشان اتجنب الميس هاندلنج ده لازم يعني يبقى عندي معروف التايم اللي انا بسحب فيه العينة، لازم يكون معروف ايه الطريقة اللي انا هقدر بيها السامبل بتاعتي او هعمل لها اناليسيس، لازم اكون عاملة لها مينتننس كويسة جدا، واعرف اعمل لها مينتننس ازاي، لان طبعا العينات بتختلف عن بعضها، يعني عينة الحيوانات السوليد غير العينات الليكويد غير عينات الجاز غير، يعني كل حاجة بتختلف وليها طريقة في التعامل. لما يجي استلم العينة، طبعا من شروط استلام العينة ان انا اكون حافظها بشكل جيد، لازم اعمل لها good maintaining او اعمل لها good storage علشان خاطر ما يحصل لهاش اي مشكلة زي ما احنا قلنا. طبعا لازم اللي بيستلم العينة ده، التكنيشن اللي هيستلم العينة، لازم يكون عارف ايه اللي بيتم في الهاندلنج بتاع السامبل، لازم يكون عارف ازاي يدون الداتا المختلفة على السامبل، التايم، النيم، السورس، الفوليوم بتاع حجم العينة قد ايه، او الواي بتاع العينة قد ايه، لازم يكون ملم بالبيانات دي كلها علشان خاطر تبقى جود ريكورد للسامبل بتاعتي. طبعا بعد ما بستلم العينة ببتدي ان انا اتعامل معاها بالتحاليل المختلفة، بالطرق الاناليسز المختلفة علشان ابتدي اطلع الداتا بتاعتي الخاصة بالريبورت. طيب انا علشان اقوم بالتيستس المختلفة انا ببتدي اعمل بشتغل بالانسترومنتس او الايكويبمنتس الموجوده عندي، الاجهزه دي لازم يتعمل لها صيانه، لازم يتعمل لها كالبريشن، لازم يتعمل لها فحص، لازم يتعمل لها صيانه. طب انا اقدر ازاي اعمل صيانه او اعمل كالبريشن للانسترومنتس اللي انا بستخدمها المختلفه في المعمل؟ ده جزء مهم جدا جدا، ولازم انت كمراقب جوده او كمهندس جوده تبقى عارف الجزء ده قوي، لان انت هيبقى شغلك معظمه في الهاندلنج بتاع السامبلز والاناليسز المختلفه، الأجهزة اللي انت هتتعامل معاها لازم تقدر ان انت لو حصل في اي حاجة او حصل اي مشكلة انت تقدر تتعامل معاها ازاي. طبعا احنا عارفين ان انا عندي اي جهاز، الجهاز بيتكون من اجزاء مرتبطة مع بعضها بدايرة معينة بتدي وظيفة في الاخر واحدة. يعني مثلا انا عندي وليكن مثال الفرن الكهرباء، الفرن اللي احنا بنعقم فيه ده بيبقى عبارة عن جسم حديدي متوصل بدايرة كهربائية ومتوصل بثيرموستات عشان تتحكم في درجة الحرارة، بيبقى فيه مضخة للهواء علشان خاطر قصدي مضخة لسحب الهواء، او هو فيه فتحة لسحب الهواء، بيبقى فيه جهاز، بيبقى فيه جزء الجهاز اللي بيقرأ عندي الرطوبة، بيبقى متوصل، يعني بيبقى فيه كذا
جزئية في الجهاز مرتبطة مع بعضها عشان تقوم في الآخر بالوظيفة النهائية اللي أنا عايز أشتغل بيها بالجهاز ده. أنا لو ما بعرفش أشتغل أو ما بعرفش إيه الأجهزة بتتكون من إيه بالظبط، أنا مش هقدر إن أنا أتعامل معاه. لازم أعرف كل جزئية في الجهاز ده عشان لما أجي أتعامل معاه أعرف كل أهمية جزء إيه، اتعامل لو في حصل عطلة او حاجة ممكن اتعامل معاها ازاي، او ممكن لما اجي احس ان في مشكلة ممكن ابقى عارف المشكلة تقريبا جاية منين، من انهي جزء. فده مهم جدا جدا بالنسبة لي. طبعا الاجهزة اللي بشتغل فيها في المعمل زي ما احنا قلنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، زي البالانس، زي الاوتوكليف، زي الهوت اير اوفن، زي الووتر باث، زي البي اتش ميتر، زي ايه تاني، الانكيوبيتر، الريفريجريتور، كل الحاجات دي كلها بتبقى equipments موجودة عندي في المعمل اللي انا شغال بيه. طبعا كل الاجهزة او معظم الاجهزة اللي احنا شغالين بيها في المعمل هتلاقوا دايما فيها temperature sensors، فيها حساسات لدرجة الحرارة، لان انا درجات الحرارة اللي بتعامل فيها في اي حاجة ليها علاقة بالميكروبيولوجي لازم تبقى في درجة حرارة معينة اللي بشتغل بيها. فهتلاقوا دايما ان في كل حاجة او معظم الاجهزة فيها temperature sensors. طيب انا علشان اقدر اتجنب المشاكل اللي بتحصل في الاجهزة دي، قلنا ان احنا بنعمل عملية maintenance او صيانة دورية للاجهزة. وطبعا لازم يبقى في عندي جايد لاين للمينتنس بتاعتي علشان برضو اقدر ان انا اتعامل مع اي مشكلة لو ظهرت معايا في الجهاز. اول جهاز هنبدأ نتكلم عنده اللي هو اهم جهاز في شغل المايكروبيولوجي اللي هو الاوتوكليف. الاوتوكليف ده بنستخدمه ليه؟ ايه اليوزز اوف اوتوكليف ان مايكروبيولوجي؟ first to sterilize clean wrapped instruments and containers. 2. To sterilize media. 3. To render microbiologically contaminated materials biologically safe sterile before they are discarded. طيب يعني ايه؟ اول حاجة ان انا بستخدمه علشان اعقم الادوات، طبعا ولازم تكون ادوات نظيفة. بعقم بيها الادوات، بعقم بيها البيئات المختلفة، ببتدي ان انا استخدمه عشان اعدم او اتخلص من الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها contamination او pathogenic microorganisms في التيوبس، في البيتري داشز او الكلام ده كله. بعد ما اشتغل ببتدي ان انا اعمل لها اعدام، او ان انا ببتدي ان انا اعمل لها ريندرينج، بتخلص منها خالص عشان تبقى سيف واقدر ان انا اعمل لها ووشنج ويعني اعقمها مرة تانية. ده في حالة لو انا ما اقدرش، لو انا عندي ادوات زجاج، وبرده لو عندي ادوات بلاستيك برده لازم اعمل لها، يعني انا لو الادوات البلاستيك دي انا هرميها لازم قبل ما ارميها لازم اعمل لها اعدمها، اللي هي بتخلص من الميكروبات الاول وبعد كده ابتدي اتخلص منها خالص في التراشز المختلفة. تمام كده علشان ما يحصلش اي انفكشن لعمال النظافة او الكلام ده كله، ما نقدرش، او الهاوس كيبنج بتاع المكان ما يقدرش ان هو ما يحصلوش اي مشكلة خالص وابقى انا السبب في ان انا نقلت له انفكشن. فطبعا لازم اراعي الحاجات دي كويس. طبعا انا عندي، انتوا عارفين الاوتوكليف علشان اشغله زي ما احنا قلنا قبل كده لازم بشتغل عن طريق الايفابوريشن، البخار المية، وبيبقى درجة الحرارة عندي 121 سليزيس ديجري equivalent to 15 PSI اللي هو pressure او الضغط الجوي. ببتدي ان انا احسب 20 minutes 20 دقيقة، وبعد كده بستنى لما الضغط ينزل خالص. بعد ال 20 دقيقة الضغط ينزل خالص يبقى زيرو، وبعد كده ابتدي اعمل handling او اتعامل مع الادوات اللي جوه الاوتوكليف. طبعا وانا شغالة الاوتوكليف لازم طبعا اعمل temperature record وابتدي ان انا اعرف الجهاز شغال تمام ولا لا، اتاكد من كفاءته. يعني ما شغلوش وامشي، لا لازم اتاكد ان هو ماشي تمام، الدنيا وصلت لدرجه الحراره اللي انا عايزها، وان الوقت تمام بالنسبه لي، وبدات احسبه ومفيش اي مشكله خالص. طيب each cycle of sterilization
لازم اعمل ريكوردز معينه. ايه هي الريكوردز دي؟ لازم اعمل ريكوردنج فور تمبريتشر اند تايم سيتنجز، لازم اعمل ريكورد الماتيريال اند ماتيريالز ان ذا شامبر، لازم اعمل ريكورد للبريشر اند تمبريتشر ريدنجز، لازم اعرف الدنيا مشيت ازاي عندي في الاوتوكليف ده، لازم علشان اضمن ان مفيش اي ديفو وان انا مسلم الجهاز سليم ومفيش اي حاجه حصلت، ولو حصلت المشكله ما تبقاش في السايكل اللي انا اشتغلت بيها، ممكن تكون في سايكل بعديه بس انا بخلي مسؤوليتي من الموضوع خالص تمام. طبعا احنا عارفين المشكله ان انا في عندي بعض السكري، بعض البيئات الغذائيه او الميديا المختلفه لو عقمتها في الاوتوكليف بيحصل ليها مشكله، ان انا بيبقى عندي بعض البيئات بتتكون من الهيت سنسيتيف شوجرز او السكريات اللي هي بتبقى حساسه جدا لدرجه الحراره، فانا المشكله ان انا ممكن ما اقمش على 121 سيلسيوس ديجريز، فلا ممكن اقلل درجه الحراره شويه مينيمايزنج تمبريتشر واوصلها لحد 110 سيلسيوس ديجريز فور 30 مينتس، يبقى بقلل درجه الحراره مينيمايزنج تمبريتشر اند ديكريزنج اند انكريزنج تايم، يبقى ديكريزنج تمبريتشر increasing time، يبقى الاثنين عايشين الاثنين قصدي ماشيين opposite لبعض عكس بعض، لو هزود درجة حرارة بقلل الوقت والعكس صحيح. طيب طبعا بخلي بالي جدا ان انا الحاجات اللي هي السنسيتيف قوي ما بقدرش ان انا اعقمها في الاوتوكليف، زي الفيتامينز زي الانتيبيوتكس زي الهرمونز زي الانزيمز، ما بقدرش ان انا اعقم الحاجات السنسيتيف قوي جوه الاوتوكليف، بيبقى ليها طريقه تانية في التعقيم. طبعا لما اجي اتكلم على 121 سيلسيوس ديجريز دي 20 مينتس، دي انا بتكلم على حاجه ستاندرد اللي هي اقل فوليوم للميديم ممكن احضرها اللي هي نص لتر. طب لو انا عندي حاجه فوق النص لتر زي لتر 2 3 4 and so on، لو عندي حاجات اكتر من كده لا ببتدي اعمل ايه؟ كل فوليوم معين بيبقى ليه درجه يعني بيبقى ليه مينت معين، بيبقى ليه وقت معين، وبيبقى ليه الهولدنج تايم مختلف. بمعنى يعني مثلا لو عندي هاف لتر مثلا ميديوم بعمل عادي بالطريقه العاديه بتاعتي اللي هي التايم ريكوايرد تو ريتش 121 سيلسيوس ديجريز فروم 19 تو 20 مينتس، والهولدنج تايم بيبقى 29 مينتس. طب لو عندي حاجه اعلى بقى مثلا 1 لتر، هيبقى عندي التايم الريكوايرد تو ريتش 121 سيلسيوس ديجريز 33 مينتس، والهولدنج تايم هيبقى 44. طبعا كل ما الفوليوم بتاعي زاد increased، كل ما كان هيبقى عندي ال time required to reach 121 celsius degrees زاد، وكمان ال holding time، يبقى الاتنين بيزيدوا كل ما الفوليوم بيزيد، فلازم اراعي انا بشتغل في ايه وهحسب الوقت ليها قد ايه. طبعا بخلي بالي وانا شغال على الاوتوكليف ان انا عندي في علاقه ما بين البريشر تمبريتشر، فالبريشر تمبريتشر دي لازم اخد بالي جدا 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 منها، لان انا عندي القصة كلها بتبقى عاملة ازاي. يعني هي بتبقى عبارة عن ان انا بضيف الووتر وبعد كده بعمل لها هيتنج، الهيتنج بيبتدي ان هو يعمل انكريز للتمبريتشر، يبتدي يطلع الستام بتاعي، الستام بتاعي مجرد ما بيطلع بيبقى درجة الحرارة بتاعت البويلنج اوف ووتر اللي هي 100 سليزيز ديجريز، فبالنسبة لي كل ما كان البخار طلع معايا هيبقى درجة الحرارة جوه 100. طيب ده بيبقى كده لسه الضغط زيرو. طيب انا بالنسبة لي عايز ارفع الضغط، فبعمل ايه؟ فببتدي ان انا اخلي الستام جوه، ابتدي ان انا اعمل له
دكشن او ابتدي ان انا اخليه يتحبس جوه او يبقى موجود جوه بطريقة معينة، فيبتدي ان هو يحصل ان الهواء اللي موجود جوه يطرد، الاير يحصل له ريموفينج، ويبتدي يحصل الفاكيوم عندي يبتدي يطرد الهواء ده، ويبتدي البريشر بتاعي يزيد، وكل ما البريشر بتاعي هيزيد هيبتدي عندي التمبريتشر ان هي تزيد. فلاقي مثلا البريشر 5 بي اس اي هنلاقيها equal to 109 celsius degrees، pressure 10 equal to 115 celsius degrees، 15 equal to 121 celsius degrees، وهكذا. كل ما ازود درجة الحرارة كل ما قصدي كل ما ازود الضغط كل ما يزيد درجة الحرارة، او الاتنين يعني بيبقوا ماشيين مع بعض. طيب انا عندي في بعض الاوتوكليفز بتبقى مصممة ان هي بتبقى في معاها حاجة كده زي انديكيتور، اللي هي بتبقى عبارة عن باسيلس ستيروثرموفيلس، بتبقى السبورس بتاعته موجودة في امبولز، دي بتبقى انديكيتور على الكواليتي بتاعة الاسترلايزيشن اوف اوتوكليف. دي ببتدي ان انا بستخدمها واحطها في الاوتوكليف وابتدي اعمل استرلايزيشن. طبعا ان انا عندي الاسترلايزيشن بيبتدي يأثر على السبورز بتاعتي ويبتدي ان هو يعمل لها قتل، ممكن اخدها تاني واعمل لها ريكالتشر الاقيها ما نمتش خالص نتيجة السبورز خلاص ماتت ووقفت تماما. فطبعا لو جيت انميه مرة تانية ولقيت الميكروب بيطلع معايا بعد ما عملت الاوتوكليفينج، معنى كده ان درجة الحرارة ما وصلتش لدرجة الحرارة اللي انا عايزاها، الاسترلايزيشن الكواليتي بتاعته بور كواليتي خالص، ما كانش فيه كفاءة في عملية التعقيم، فبالنسبة لي ابتدي ان انا اعمل تشيك تاني على الجهاز بتاعي. طبعا علشان اقدر اعمل كاليبريشن او معاينة لجهاز الاوتوكليف، اهم حاجة ان انا بعمل temperature and pressure measurement، وابتدي ان انا اشغل دورة تعقيم او sterilization cycle، وببتدي ان انا اجيب زي ما احنا قلنا كده البيولوجيكال انديكيتور اللي هو الباسيلا ستيروثرموفيلس امبول، وابتدي ان انا اضيفها في فلاسكس بيبقى فيها ميديم، وبعد كده بحطها في السبور ستريبس دي بنحطها في حاجة اسمها رابد باكس، بتبقى مقفولة كويس جدا 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 علشان اقدر ان انا اضمن عملية التعقيم للليكويد ميديم. وبعد كده ببتدي ان انا اعمل observation او بعمل observation للريزلت اللي هتطلع معايا، وابتدي اعمل observation للريكورد اللي هتطلع بالتايم والتمبريتشر، وهنعمل incubation البيولوجيكال انديكيتور علشان زي ما احنا قلنا ان احنا نعمل فيريفيكيشن للاسترلايزيشن كواليتي. تاني equipment بنستخدمها عندنا في الميكروبيولوجي لاب اللي هي السنترفيوج. السنترفيوج بستخدمه علشان ايه؟ اول حاجه for first concentrating etiological agents and cells, removing particular matter, separating components of mixed suspensions on the basis of dynasties. طيب ايه الهدف بالنسبه لي ان انا بعمل تركيز او بعمل كونسنتريتنج للايجنتس والسيلز اللي انا بستخدمها او اللي انا عايز اتحصل عليها؟ ببتدي ان انا اعمل تخلص من بعض الجزيئات اللي موجوده عندي في المحلول، مثلا وليكن معايا ليكويد ميديوم نامي فيها ميكروب، هي بقت ليكويد كالتشر، ببتدي ان انا اخدها واعمل سنترفيوج عشان افصل البيلتس اللي هي الخلايا بتاعتي عن السوبرنيتنت اللي موجود، ممكن يبقى في حاجه انا عايزه اقدرها مثلا. تالت حاجه برضو اقدر ان انا افصل المحاليل او افصل السوليوشنز عندي عن طريق التدرج في الكثافات، وبيديني مناطق كده بارتس بتبقى على حسب الكثافه. طبعا الهاي دنسيتي بتبقى في البوتوم، وبعد كده كل ما الدنسيتي بتقل كل ما هنلاقي ان انا عندي الاجزاء اللي في السطح في السوبرنيتنت هي اللي بقت موجوده فوق. طيب لازم اتاكد ان انا معايا الحاجات اللي انا هستخدمها في السنترفيوج لازم تبقى في الليكويد ستيت، ما ينفعش ان انا استخدمها في حاله السوليد ستيت، بتبقى فيها مشكله، يعني لازم تبقى حاجه فيها ليكويد اكتر منها سوليد. طيب
بستخدم السنترفيوج ازاي؟ زي ما احنا قلنا، ببتدي اعمل الاول بالانس للتيوبس اللي انا هستخدمها، ولازم يبقى الويز كلها واحده، او على الاقل كل اوبوزيت تو تيوبس يبقوا الاثنين ايكوال، لازم يبقوا مع بعض. ده علشان احافظ على الموتور بتاعي، ان انا عندي لو ما فيش بالانس جوه السنترفيوج الموتور بيحصل فيه مشكله، وبالتالي الدوران او الرننج بتاع الموتور بتاعي هتبقى فيه مشكلة، وممكن يحصل ان في حاجة يحصل لها تقف البلية بتاعة الموتور، مش عارفة يحصل فيه ايه، فتحصل فيه مشاكل عندي، فلاقي عندي سنترفيجيشن ما بيحصلش بكفاءة. طبعا لازم اكون مخلي بالي درجة الحرارة جوه السنترفيوج انا مشتغل بيها، هل هي الامبيانت تمبريتشر عادية، ولا بيبقى اندر كولينج، ولا ايه بالظبط. لازم اكون واخد بالي من التايم، لازم اكون مظبطه بالظبط كويس علشان ما يبقاش اكتر او اقل، لان ده بيأثر في كفاءة السنترفيجيشن. لازم طبعا اخلي بالي ان انا لازم اعمل كلين اب للسبيلز اللي بتقع مني، وارد ان انا وانا بحط سكرو احط تيوب ممكن في حاجة تقع او تحصل، فبالتالي لازم بتشو نظيفة كده وتبقى استرلايزد، وبيبقى في عندي ايثانول او فينول مثلا، وببتدي ان انا اعمل استرلايزيشن للمكان اللي انا وقع مني فيه العينات، او وقع او حصل فيه اي مشكلة بالنسبة لي. الانسينيريتور برنر ده اللي هو بيبقى اللاب اللي انا بستخدمه علشان ابتدي اشتغل على البنش، او ان انا ابتدي اعمل استراليزيشن للنيدلز، الجلاس سلايدز، ممكن الشغل بتاع المايكروبيولوجي. طب بيبقى مهم جدا عندي الالكتريك انسينيريتور برنرز دي، بتبقى مهمة جدا في المعامل اللي ما بتبقاش مدعمة بلهب او فليم او جاز، علشان ان انا اقدر ان انا اشتغل بيها، فبتبقى مهمة جدا، بقدر ان انا اشتغل بيها بسهولة جدا، او بتبقى مفيدة في اللامينار فلو علشان خاطر ما يحصليش اي مشكلة او يعمل بيرنينج في اللامينار فلو. لامينار فلو برضو يعني من فوائدها ان هي ممكن استخدمها في الانيروبيك تشامبرز، لان هي ما بتحتاجش اكسجين علشان اشغلها، فبتبقى بالنسبة لي مهمة جدا. حاجة كمان ان هي بتستخدم كبديل امن جدا جدا للبنزين برنر اللي ممكن يسبب حرائق او بيسبب مشاكل على البنش بتاعي وانا شغال. طيب ازاي بعمل الانيشال كاليبريشن بتاعي؟ ببتدي ان انا افرغ الشحنات اللي موجودة في الانسينيريتور عندي، بعد كده ابتدي ان انا اشغل الانسينيريتور، بعد ما ابتدي ان انا افرغ الشحنات اللي موجودة في عندي خالص، وابتدي ان انا اشوف الفليم اللي طالع منه، ولازم اتأكد من اللون بتاعي اللي طالع ان هو يكون اللون ريد، ما يبقاش ريد ويلو، ما يبقاش اللون اللي طالع عندي بلاك، لان اللون اللي طالع عندي بلاك ده يبقى فيه مشكلة خالص. واتاكد ان مفيش عندي اني سموك، ما يبقاش في عندي اي دخان او اودر، ما يبقاش في اي ريحة خالص، ولازم اكون متاكد ان الدنيا ماشية تمام جدا علشان ما يسببليش بعد كده اي مشكلة في العينات اللي انا شغالة بيها. بعد كده عندنا جهاز الانكيوبيتر. طيب الانكيوبيتر ده ايه استخداماته في الميكروبيولوجي لاب؟ The incubator is used to maintain a constant and appropriate temperature for the growth of microorganisms. يعني ايه؟ يعني الانكيوبيتر ده بستخدمه علشان ابتدي ان انا اوفر للميكروب درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لنموه، او يعني معنى اصح بوفر له الظروف المثلى علشان ينمو. طيب الانيشال كاليبريشن عندي، لو انا اول نوع عندي اللي هو الاير انكيوبيتورز، بالنسبة للاير انكيوبيتورز اول حاجة ببتدي ان انا اظبط القواعد بتاعة الانكيوبيتور، لازم تكون مظبوطة، ما يبقاش الجهاز مايل من تحت من الجنب من اي حاجة، لا لازم اتأكد ان الليفل عندي مظبوط، وبيبقى فيه عندي بابل بقدر ان انا اعرف منها زي ميزان المية كده، بقدر اعرف منها المستوى عندي مظبوط ولا لا، ببتدي ان انا اعمل تشيك عليها وبتأكد ان انا الجهاز عندي في وضع الثبات وتمام. تاني حاجة ببتدي ان انا اظبط الشلفز او الارفف اللي عندي في المستوى اللي انا عايزه، لو انا عندي حاجات اشتغلها بكميات كبيرة ببتدي ان انا اعمل تباعد كبير ما بين الارفف، لو حاجات عادية خلاص مش كتيرة ببتدي احطها في مسافات قريبة من بعضها.
ابتدي ان انا اعمل تشيك ان الباور سورس عندي مناسب ليها، ما يبقاش الباور سورس فيه هزيتيشن كده، او يبقى فيه اهتزاز، او ما يبقاش ثابت، او تيار الكهرباء يبقى مش ثابت. دي بتبقى مشكلة، ممكن يعمل انقطاع للكهرباء عن الجهاز، فبالتالي انكيوبيشن مش هيتم صح. لازم اتاكد من الاوف اون الاوف اون سويتش، لازم اتاكد ان هم شغالين ما فيهمش اي مشكلة خالص، وان هم مفيش اي حاجة من الازرار بتعلق معايا. بعد كده بعمل تشيكينج على الثيرموستات. طبعا لازم اكون متأكد ان الثيرموستات عندي هي طبعا مسؤولة عن ان تعمل تظبيط لدرجة الحرارة جوه الجهاز. طب لازم اكون متأكد ان الثيرموستات ماشية تمام جدا، ما فيش اي حاجة. هبتدي اعمل ايه عشان اعمل كاليبريشن للثيرموستات؟ هبتدي ان انا اقفل الباب بتاع المحضن، close the door of the incubator and put some tape or a sign near the door handle so that the door will not be opened during the calibration. تتأكد ان انا الباب عندي مش هيتفتح او يتقفل في الكاليبريشن وانا شغال بيه، وابتدي ان انا اعمل اظبط درجة الحرارة على درجة حرارة معينة. طيب هبتدي ان انا اظبط درجة الحرارة مثلا على مثلا 2 درجة مئوية الاول، وبعد كده ابتدي ان انا ارفع درجة الحرارة بعدها بنص ساعة، وابتدي ان انا ارفع مثلا على 37 درجة مئوي، واستنى اشوف ان انا مثلا هتفضل ثابت على درجة 2 دي مثلا نص ساعة ولا حاجة. لو فضل ثابت تمام ارفع بقى درجة الحرارة، وابتدي برضو نص ساعة استنى اما اشوف هل هتفضل درجة الحرارة ثابتة ولا لا، علشان ما يبقاش في اي مشكلة عندي في درجات الحرارة، لان احيانا ممكن اظبط درجة الحرارة وبعدها بشوية تنزل تاني او تعلى او يحصل في اي مشكلة في الثيرموستات. فلازم اتاكد ان انا درجه الحراره بتثبت عند الحراره درجه الحراره منتظمه وثابته وما فيهاش اي مشكله بعد حتى فتره من الوقت. طبعا ده كان بالنسبة لدرجة الحرارة. طيب بالنسبة للرطوبة اللي هي الهيوميديتي، لو انا عايز ابتدي اعملها كاليبريشن، اول حاجة بنجيب جهاز اسمه الهايجروميتر اللي هو الهيوميديتي ميجرينج ديفايس، وابتدي احطه في نص شلف او في منتصف رف من الرفوف في الانكيوبيتر، وابتدي اقرا الهيوميديتي بعد ساعة. لو الهيوميديتي كانت اقل من 40% هنحط طبق او هنحط اي حاجة فيها مية، وفيها طبعا انتي فانجل ايجنت عشان ما يبقاش في اي كونتامينيشن عندي في الانكيوبيتر. وبعد كده ببتدي ان انا اضيفها تاني واحط الجهاز مرة تانية ارجعه، وبعد كده ابتدي ان انا اقيس الهيوميديتي عندي واشوفها. لو كانت مظبوطة تمام من 50 ل 60%، فبتبقى درجة الهيوميديتي عندي كويسة، فما بيبقاش كده خلاص في اي مشكلة. وبفضل يعني على قد ما بقدر اسيب الجهاز، قصدي اسيب الطبق اللي فيه الانتي فانجل اللي فيه مية والويز انتي فانجل ايجنت، بسيبهم علشان الهيوميديتي تبقى متوفرة. طبعا كل ما المية تخلص بضيف مية ويز انتي فانجل تاني. لو انا مش محتاج الهيوميديتي ما بحطش الطبق بالنسبة لي، او بشتغل عادي جدا. اهم حاجة بالنسبة لي هتبقى الثيرموستات. عندي طبعا من التولز المهمة جدا اللي بستخدمها في معمل الميكروبيولوجي الانيروبيك جورز، دي بستخدمها علشان انمي الميكروبات اللاهوائية. طيب يبقى انا بستخدمها لايه؟ primary plate incubation، بستخدمها للمايكرو ايروفيليك اتموسفير primarily for campylobacter species، والانيروبيك اتموسفير primarily for strict anaerobes، وكربون دايوكسيد انريتشد اتموسفير primarily for نيسيريا species والهيموفيلس species ومعظم الميكروبات المايكرو ايروفيليك. يبقى انا بستخدم انيروبيك جورز عشان انمي الميكروبات المايكرو ايروفيليك المحبه للاكسجين بكميه قليله، والميكروبات اللاهوائيه هي اختياري الفاكلتيف، والميكروبات اللاهوائيه حتمي اللي هو ستريكت انيروبس زي الكامبيلوباكتر، وده مايكرو ايروفيليك، والنيسيريا والهيموفيلوس ده عندي بالنسبه لي مايكرو ايروفيليك، وبيحتاجوا للنمو كربون دايوكسيد كبديل للاكسجين. الاكسجين بالنسبه لهم بيبقى توكسيك. طيب بستخدم برضو الانيروبيك جورز علشان خاطر اعمل maintenance of specimens.
such as tissues under anaerobic atmosphere، بستخدمه علشان احافظ على العينات لو انا الخلايا خصوصا لو انا هشتغل في الانيروبيك atmosphere. بستخدمها كمان عشان اعمل holding and transporting pure cultures of anaerobic or microaerophilic microorganisms. طيب يبقى انا بستخدمها برضو علشان اقدر اشيل او انقل عينات او pure cultures من الميكروبات الانيروبيك او المايكروايروفيليك. بستخدمها كمان علشان اعمل ال incubation of other cultures that require special atmosphere زي التست ستريبس والتيوبرز والمايكرو بروستيليوشن بليتس، الحاجات اللي انا لازم اكون اعمل لها ستورج افويدنج هيوميديتي او افويدنج للووتر، لازم تبقى بعيده عنها. لو حصل لها اي مشكله فهتبقى كفاءتها بتقل جدا او تكاد تنعدم، فلازم احفظها في جو يعني معزول عن الاكسجين الهوائي الجوي. طيب بعمل ازاي الانيشال كالبريشن للانيروبيك جارز؟ ببتدي ان انا اعمل الكالبريشن عن طريق استخدام جنريتور سيستم وانديكيتور كيو سي اورجانيزمز. طيب بنستخدم مايكرو اورجانيزم انيروبيك وبنميه في الجارز دي بحيث ان هي تديني انديكيشن الميكروب ده هينمو ولا لا. طيب وانا بالنسبه لي بعمل الروتين كواليتي كنترول عن طريق ان انا ببتدي ان انا اعمل تعقيم كويس جدا 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 قبل ما اشتغل. طبعا بعمل تشيك فور كراكس، بشوف لو في اي شقوق في اي صغور في اي حاجه مكسوره، لان ده هيقلل من كفاءه الجورز، لان كده هتدخل لي هواء وهتبقى الظروف جوه مش انيروبيك. تاني حاجه بشوف الانديكيتور ستريب نوتورنت كولر انسايد ذا سيلد باكيت، ببتدي ان انا استخدم اشارات اللي هي بتديني دليل ان في جوه هيوميديتي ولا لا. لو اتغير لون الستريبس دي ببتدي اعرف ان انا عندي ظروف مش كويسة للتحضين، فببتدي ان انا اعمل كاليبريشن مرة تانية وابتدي ان انا اشوف اعمل تيست ليه قبل ما اشتغل بيه. طبعا قبل ما بفتح الانيروبيك جار ببتدي ان انا ابص على الانديكيتور ستراب عشان زي ما احنا قلنا اضمن ان الظروف جوه انيروبيك. لو الستراب بتاعتي لونها اتغير فبالتالي اعرف ان انا عندي الظروف فيها مشكله. طيب rejuvenant catalysts after each use by heating the basket of pellets. طيب دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى برضو عن pellets كده بقدر ان انا استخدمها علشان اعمل indication لل dry place، اشوف ان انا عندي ال place عندي dry ومفهوش اي مشكلة خالص. طيب ببتدي ان انا استخدم الكالسيوم كربونات ديسكانت برضو علشان خاطر من اسفل الجار علشان يعمل امتصاص او absorption لاني ووتر موجودة عندي او اني هيوميديتي موجودة، فبالنسبة لي دي بتبقى برضو وسيلة تانية ان انا اضمن بيها ان انا عندي الانيروبيك جورز الكواليتي بتاعتها تبقى عالية. طبعا لما اقول معمل مايكروبيولوجي يبقى لازم يبقى فيه مايكروسكوب، يعني ما ينفعش معمل مايكروبيولوجي ما فيهوش مايكروسكوب خالص، اللي هو ازاي انا هشوف اصلا او هتعامل مع المايكرو اورجانيزمز اصلا اللي انا بفحصها. فانا بستخدم الميكروسكوب علشان خاطر افحص عينات الميكروبات المختلفه سواء كانت بكتيريا او فانجاي او بارازايت او خلايا مختلفه، سواء كانت العينات دي مصبوغه او غير مصبوغه. يبقى مايكروسكوب are used in observation and the description of the microscopic morphology of bacteria, fungi, parasites and host cells in various stained and unstained preparations. طيب ازاي ببتدي اعمل الـ initial aligning procedures؟ اول حاجة ببتدي ان انا اتأكد من مصدر الاضاءة بتاع الميكروسكوب بتاع الـ color illumination، واتأكد من المسار بتاع الـ الضوء بتاعي ان هو يبقى خارج كويس جدا من مكانه، ان تبقى مصدر الاضاءة يكون متركب كويس، يكون مفهوش تشتت عالي، يبقى معلهوش اي صبغات واقعة، ما يبقاش فيه اي اعاقة تعيق ان الضوء يدخل عندي في العينة. بعد كده هنفتح
الفيلد بتاع الدايفراجم اللي هو الحجاب او المكثف بتاع الجهاز بتاعي، علشان خاطر اتاكد من درجات الاضاءه اللي داخله عندي للعينه. بعد كده هنفتح المكثف الديافراجم الخاص بالمكثف، وابتدي ان انا اشوف برضو توافق الاضاءه مع العدسات المختلفه اللي موجوده، وبالنسبه لي بتطلع الصوره شكلها عامل ازاي، او الخليه اللي انا بفحصها عامله ازاي، علشان اتاكد من ان الضوء ما فيهوش تشتت وان هو ماشي في مساره الصح. بعد كده هبتدي ان انا احرك النوز بيس. النوز بيس دي اللي هي بتشيل العدسات المختلفة الخاصة بالميكروسكوب عليها. بيبقى فيه عندي الاوبجكتيف لينس، وبيبقى فيه عندي الاوبجكتيف لينس دي بيبقى فيها قوة التكبير X8 X10 X20. دي بتبقى الإكس دي معناها الماجنيفيكيشن باور، او قوة التكبير بتاعة اللينس بتاعتي، تمام كده. فبعد كده ببتدي ان انا برضو اظبط مصدر الاضاءة عندي، ابتدي اخليه لو اخليه هاي، علشان ابتدي اشوف اللايت انتنسيتي المناسبة ليا ان انا افحص. بعد كده اعمل ادجستمنت للباينوكولرز علشان اقدر ان انا اشوف الديستانس بتوين ماي ايز، ابتدي ان انا افحص كويس جدا، ما يبقاش فيه اي انتر اكشن او يبقى فيه اي تداخل ما بين انتربريشن او اعاقة لرؤية العينات عندي. بعد كده بستخدم الفوكسينج اي بيس، ببتدي ان انا برضو اظبطها كويس جدا علشان تبقى اللينس او المسافة تبقى كويسة جدا ما بين عينيا، ما يبقاش فيه اي مشكلة في الرؤية. بعد كده ابتدي ان انا ابص علشان خاطر اشوف العينة بتاعتي، كله يبقى متماشي مع بعضه، اللايت سورس متماشي مع الديافراجم، متماشي مع الكوندنسر، متماشي مع النوز بيس، متماشي مع الفوكسينج اي بيس، كله يبقى مترتب مع بعضه او ماشي مع بعضه بطريقة سليمة جدا، و اقدر ان انا افحص بسهولة. اول ما هبتدي ان انا افحص معايا، طبعا مش هتبقى الصورة واضحة وصريحة كده، لا، في الاول هبتدي اشوف اشكال كده بوليجونز كده، اشكال مختلفة، او في حاجة صورة مش واضحة، في حاجة مش واضحة بالنسبة لي. ابتدي ان انا اعمل فايننج مع الفوكس نوب بتاعي، وابتدي ان انا اعمل شارب فوكس، يعني ابتدي ان انا اوضح كويس جدا 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 جدا، ابتدي الاقي الصوره بتختلف او بتبعد، ابتدي اظبط الديافراجم، ابتدي اظبط الفوكس بتاعي، ابتدي اظبط الكوندنسر مع الديافراجم عشان ما يبقاش فيه ديستريبيوشن ما بينهم هما الاثنين، عشان ما يبقاش فيه احتكاك او في حاجه منهم تكسر الثانيه. بعد كده ابتدي اظبط بقى الفوكس كويس جدا لحد ما ابتدي اوصل للاوبتيمال كونتراست اللي انا ابدا بالنسبه لي اشوف بيه العينه واضحه، وابتدي ان انا اشوف الدنيا ما فيهاش اي مشكله خالص. واحنا الالاينمنت ده لازم يحصل بصوره بريوديكال دوريه، لان احيانا الالاينمنت ده بيختلف استخدام واحد عن التاني، مع الوقت مع اختلاف الاشخاص يبتدي يحصل فيه اختلاف في الالايننج، فيبقى فيه مشكله، فلازم كل فتره ان انا اعمل الكاليبريشن للالايننج بتاعي. طيب ده كان بالنسبة لو أنا بعمل كاليبريشن لإيمج الصورة لعينة، يعني بشوف شكل بس أو حجم أو أي، بشوف شكل أو تجمع العينة. طب أنا لو عايز أقيس بقى كاليبريشن للمايكروميتر، يعني عشان أشوف بقى إن أنا بقيس طبعا الميكروسكوب برضو علشان أعرف حجم أو أبعاد الخلايا المختلفة. طيب علشان أعمل ده لازم اعمله عن طريق استخدام حاجة اسمها
كاليبريتد كاليبريتد كاليبريشن ديسكس. الكاليبريشن ديسك دي بتبقى لاينز بتبقى ديفايدد انتو 50 يونتس، ودي بقدر اعمل لها كاليبريشن او بنعمل لها كومبارزون بتوين ذا كاليبريشن ديسكس دي والمايكروميتر اللي بتبقى موجوده على الستيج او الستيج مايكروميتر، ودي بتبقى السكيل بتاعها 1.0 and 1.0.1 مليمتر ديفيجنز، وببتدي ان انا اقيسهم ببعض واقارنهم وبشوف هل فعلا اللينس بتاع الميكروسكوب متماشي او متوافق مع الديسكس اللي احنا مستخدمينها، او بتبقى ديفايدد ستريبس كده هل هي متوافقه معاها ولا في اختلاف. طبعا انا علشان اعمل طريقه الكاليبريشن دي طبعا لازم بيبقى معايا اوكيولار مايكروميتر ديسك ديفايدد انتو 50 يونتس وستيج مايكروميتر سكيل 0.1 and 0.01 مليمتر وإيمرجن اويل ولينس بيبر. طبعا انا بجيب الباينوكولار مايكروسكوب بيبقى مزود ب 1040 and 100 اكس اوبجكتيفز، طبعا دي العدسات اللي احنا بنستخدمها عادي جدا في الفحص، وبنبتدي الاوكيولار بتبقى متظبطه او مظبوطه على 10x، واحيانا بتبقى 5x بس المتعارف عليه اللي هي بتبقى 10x، لان 5x بتبقى difficult في الايدنتيفيكيشن شويه. بعد كده السنجل 10x اوكيولار دي بنستخدمها علشان زي ما قلنا الكاليبريشن. طيب الكاليبريشن بقى هيتم ازاي؟ هو ده اللي احنا هنعرفه مع بعض في السلايد الجاي. طيب ازاي انا بقدر احدد بقى الكواليتي كنترول بتاعه الميكروسكوب اللي انا هستخدمه؟ طيب اول حاجه ببتدي زي ما احنا قلنا بنجيب اللي هي الديفايدد ستريبس اللي هي بتبقى ديفايدد انتو 50 يونتس، وببتدي ان انا اعمل لها كومبارزون بتوين ات اند المايكرو الاينمنت للستيج، تمام، وابتدي ان انا اقارنهم مع بعض. بعد كده ببتدي اجيب حاجه ستاندرد، الستاندرد دي بتبقى معروف السايز بتاعها، وببتدي ان انا اعمل له ميجرمنت على الميكروسكوب زي الار بي سيز، بتبقى الميجرمنت بتاعها ابروكسيمتلي بيبقى 7.5 مليمتر، او مثلا زي اللاتكس اور بوليسترين بيدز دي بتبقى السايز بتاعها بتوين 10 اند 80 مليمتر. بعد كده بقيس طبعا او بعمل ريكورد لكل القياسات بتاعتي وبشوفها هل فعلا مطابقه للستاندرد ولا لا. طيب لو انا بقى عندي عينه مش عارفها وعايز ابتدي ان انا اقدرها، بقدرها ازاي؟ ببتدي ان انا اجيب اللاين الاينمنت بتاع الستيج بتاعي، وببتدي ان انا بيبقى فيه عندي فيرتيكال وهوريزونتال، بيبقى الاثنين بظبطهم مع بعض بحيث ان هو يبقوا عند الزيرو لاين، الاثنين بيبقوا متقابلين مع بعض عند زيرو لاين، وابتدي احط الستريبس اللي هي الاينمنت ستريبس اللي هي بتبقى بتوين 0.1 اند 0.01 مليمتر، وابتدي ان انا بحسب الفيلدز او بشوف الفيلدز الموجوده عندي، دي بتبقى عباره عن سكويرز، اتش سكوير بيبقى 0.1 مليمتر 0.1 مليمتر، يعني بيبقى سكوير اتش سايد بيبقى ايكوال، وببتدي ان انا احسب من خلال الايكويشن اللي عندي الفاكتور بتاعي بتاع الماجنيفيكيشن فاكتور كالتالي. طبعا الايكويشن عندي بتبقى عباره عن الستيج ريدنج يونت بير مليمتر ديفايدد باي اوكيولار ريدنج مالتيبلايد باي 1000 مليمتر ديفايدد باي 1 مليمتر. طب لو هفترض ان انا مستخدمه يعني لينسز مختلفه اكس 10x 40x 100x، هحسبها كلها زي بعض ولازم الفاكتور كلها في الاخر يبقى واحد، وليكن انا مستخدمه ال 10x هيبقى الاوكيولار يونت بالمليمتر لور لو باور 10x، لو هي مثلا هتبقى 0.8 مليمتر ديفايدد باي 100 يونت اكس ملتيبلايد باي 1000 مليمتر ديفايدد باي 1 مليمتر، هي برده لما هقول ايكوال تو 8 مليمتر فاكتور هاي دراي باور 40x 1.1 مليمتر ديفايدد باي 50 يونت ملتيبلايد باي 1000 مليمتر ديفايدد باي 1 مليمتر، هي زي ما هقول برضو ايكوال تو 2 مليمتر فاكتور اويل اميرجن 100x
0.05 مليمتر divided by 62 units multiplied by 1000 مليمتر divided by 1 مليمتر. كل دول في الآخر هيدوني فاكتور اللي هو هيبقى عبارة عن كام؟ 0.8 مليمتر فاكتور. لو أنا بعمل أي قياس مثلا لأي حاجة، يبقى أنا الميكروسكوب بتاعي بيقيس القياس بتاعي وبضرب في الفاكتور، واللينس بتاع الفاكتور بتاع اللينسز هو ده الفاكتور اللي أنا بضرب فيه، اللي أنا بالنسبة لي من اختلاف من ميكروسكوب للتاني الفاكتور ده بيختلف. بس علشان ميبقاش فيه خطأ، ببتدي إن أنا أطلع الفاكتور ده علشان لما أجي أقيس بكل الميكروسكوبات يعتبر القياسات كلها تبقى واحدة ستاندرد، أو يعتبر حاجة زي الستاندرد ايرور اللي بلغي بيه الأخطاء من ميكروسكوب للتاني. وده طبعا اكزامبل تاني انتوا ممكن إن انتوا تحلوه مع نفسكوا وتشوفوا الدنيا تتدربوا عليها ازاي. طيب ازاي بعمل ريبورتنج للريزلتس اللي طالعه معايا من الميكروسكوب؟ كل عمليات المالتيبليكيشن والديفيجن اللي احنا عملناها دي وطلعنا المالتيبليكيشن فاكتور للميكروسكوب الخاص بالنسبه لي، وانس ما بطلع النمبر الاوكلر لينس الفاكتور الخاص بيها او الخاص بالميكروسكوب بتاعي، ببتدي ان انا بعمل الاوبجكتيف ماجنيفيكيشن، وبعد كده بيبقى الفاكتور عباره عن 1 اوكلر يونت ايكوال تو سيرتن نمبر اوف مليمترز، والنمبر ده بيبقى حاجه زي ما احنا قلنا ثابته خلاص تمام، وبطلع اللينس بتاعي مفيش مشكله، وببتدي ان انا اعمل كومبارزن للميجرمنت اللي انا عملتها لريفرنس ميجرمنت قبل كده اتعملت، بحيث ان انا اقدر اقارن شغلي بحاجات تانية. وفي احيانا بعض الحاجات بيتم تعريفها عن طريق التول، مثلا زي انواع البروتوزوا، بعض من انواع السيستس، بعض من انواع الحاجات دي كلها، دي بتبقى خاصه بالاورجانيزم ايدنتيفيكيشن. لما بطلع الميجرمنت ده ابقى بالنسبه لي اقدر اقارنها بحاجات قبل كده سابقه طلعت واعرف ايه الاورجانيزم اللي عندي. طبعا في بعض النوتس كده لازم اخد بالي منها وانا بعمل الكالبريشن ده، ان انا طبعا عارفين ان انا لازم الاكيولار يبقى عندي على الزيرو بوينت والستيج مايكروميتر يبقى عندي زيرو لينس، يبقى لازم الاثنين يبقوا في الزيرو بوينت مع بعض. تاني حاجة لازم يبقى هنلاقي دايما ان الهاي دراي اوبجكتيف اللي هي 40 اكس فاكتور الفاكتور بتاعها بيبقى تقريبا اكبر من الاميرجن اوبجكتيف اللي هي 100 اكس او الاويل لينس، اكتر منها 2.5 تايمز، اكتر منها مرتين ونص. واللور باور اوبجكتيف اللي هي 10 اكس دايما هنلاقي ان الفاكتور بتاعها تقريبا يعني 10 مرات اكتر من اللي هي ال 100 اويل. يبقى احنا هنلاحظ ان انا كل ما اللينس بتاعتي او الماجنيفيكيشن باور كل ما قلت كل ما الفاكتور بتاعها هيزيد، يعني يبقى كل ما ده بيقل كل ما ده بيزيد، العلاقة مع بعض اوبوزيت او عكسية. طيب الليميتيشنز بتاعت العمليات الكالبريشن دي بتتمثل في بعض النقط. اول حاجه ان انا بعد ما بعمل الكالبريشن الديسك اللي انا بعمل بيه الاينمنت ما ينفعش استخدمه مره تانية، خلاص كده من ميكروسكوب لميكروسكوب هي بتبقى مره واحده وخلاص وما بنستخدموش تاني. كل ميكروسكوب بيعمل ميجر للاورجانيزم لازم ابقى عامل حسابي ان انا لما اجي اقول ان الميكروسكوب ده معمول له كاليبريشن، ما ينفعش اشتغل بميكروب مش معمول له كاليبريشن واطلع عادي ان انا اقول القياس بتاعه، لا، فانا لازم اخد بالي ان ده قبل كده كان معمول له كاليبريشن، ما ينفعش اشتغل بميكروسكوب كده وخلاص. تاني حاجه ان انا عندي السنجل اوكيولر احنا ممكن يعني نبدلها او ان احنا ممكن نحط مكانها بارتيكولر اوكيولر ما فيهاش مشكله، يعني احنا ممكن نبدل عدسه شيئيه، قصدي عدسه عينيه بعدسه تانية ما فيهاش مشكله خالص، وبنعمل كاليبريشن تاني وبنتاكد بس ايه ان العمليه ما فيهاش مشكله خالص وان الاثنين زي بعض عشان ما يبقاش في اختلاف في النتائج بتاعتي. من الأجهزة برضو اللي بلاقيها متواجدة عندي في معمل المايكروبيولوجي الهوت اير اوفن، الفرن الكهرباء.
الفرن ده بستخدمه ليه؟ بستخدمه علشان خاطر اعمل تجفيف للعينات، اعمل تعقيم للعينات، او قصدي اعمل تعقيم للادوات اللي بتستحمل درجة الحرارة العالية زي الجلاس والميتال. بقدر ان انا اعقم فيها برضو الجارز، بقدر ان انا اعقم فيها الانيروبيك جارز، ما فيهاش مشكلة خالص. يبقى الهوت اير اوفن is used to dry glassware, sterilize metal and certain high temperature stable glass objects. And to reactive palladium covered aluminum catalysts used in anaerobic chambers and jars. طيب ازاي بعمل initial calibration لل hot air oven؟ اول حاجة بعمل connection لل power cord او ال power cable بتاعي، وببتدي ان انا افرغ الشحنات بتاعتي، وبعد كده ابتدي اوصل تاني. اعمل تجهيز للترموميتر بتاعي، preparing للترموميتر، وابتدي ان انا اشوف درجة الحرارة بتعلى او ما بتعلاش عندي، عن طريق ان انا بستخدم حاجة اسمها الووتر بروف كولورد فيلت تيب. دي بستخدمها ووتر بروف كولورد فيلت تيب بان، دي بستخدمها علشان خاطر او باند كولورد تاب، دي بستخدمها ليه؟ علشان تديني انديكيتور على الانكريز لل درجة الحرارة each 10 سليزيز ديجريز. كل ما بتزيد درجة الحرارة عن 10 بتديني ألوان مختلفة أو بتديني انديكيتور مختلف، فبالتالي أنا بعرف إن درجة الحرارة عندي في الهوت اير اوفن بتوصل لكام لما أجي أعمل كاليبريشن. طيب لو انا مستخدم individual او separating thermometer، لو انا بستخدم thermometer منفصل بقدر ان انا اتحرك فيه، بعمل immersion للثرموميتر في الريفريجريتور في التلاجة في 50% جليسرول وبولي اسيلين جلايكول علشان يعمل انتي فريزنج، او في الكحول. بعد كده ببتدي ان انا اصيبه شوية بحيث ان ايه يبتدي يعمل يبتدي اقدر اشوف ان انا بيقيس درجة الحرارة ولا لأ، او هو هيوصل لحد فين. بعد كده بنقله لدرجة حرارة اقل شوية، هنعمل immersion للثرموميتر في الفريزر في الكحول او بوليسلين جلايكول في بلاستيك باك، ونشوف كده ان انا عندي درجة الحرارة برضو هتبقى عاملة ازاي، او ان انا هبتدي ان انا اعمل تشيك على الثرموميتر. طب لو انا عندي بيلت ان ثرموميتر هعمل ايه؟ بنحط حاجة اسمها MBS Calibrated Thermometer into the unit في الوحدة بتاعت الـ Hot Air Oven، و بنعمل checking او نعمل calibration للثرموميتر المتركب عندي في البلت ان، لان انا مش هقدر احركه او ادخله في اي مكان مختلف، فانا بستخدم الـ MBS Calibrated Thermometer عشان اعمل calibration للبلت ان ثرموميتر اللي عندي. طيب الكاليبريشن للانترنال ثيرموميتر دي بنعملها بانترفالز مختلفة، يعني بمعنى أصح بنستخدم كل ست، يعني اللي هو بيبقى عبارة عن الانترفالز مختلفة دي، أو الـ QC بروتوكول بتاعي بيقول إن أنا عندي كل 6 شهور للثيرموميتر ممكن إن هو يزيد أو يقل 1 درجة مئوية كل 6 شهور. فعلشان كده انا لازم الهوت اير اوفن لازم اعمل كاليبريشن للثرموميتر، وبرده الانكيوبيتر لازم اعمل كاليبريشن للثرموميتر مرتين على الاقل في السنه علشان درجه الحراره اللي بتزيد وبتقل 1 درجة سيليزيوس. طيب بعد ما بعمل كاليبريشن للثرموميتر لازم اعمل سيتنج للتمبريتشر. طب هنعمل ازاي سيتنج للتمبريتشر؟ هنجيب درجات حرارة مختلفة برضو علشان خاطر نقيس كفاءة او الكواليتي للثرموميتر. هنجيب الريفريجريتور التلاجة وهنظبط درجة الحرارة بتاعتها على 6 درجة مئوي، وهنجيب الفريزر وهنظبط التمبريتشر بتاعته على ماينس 20 سليزيوس، والالترا فريزر هنبتدي ان احنا نظبط درجة الحرارة على ماينس 40 70 80 وماينس 100، وهنبتدي ان احنا نستخدم الثرموميتر نحطه في الاماكن المختلفة دي ونبتدي نقيس درجات الحرارة، وهنشوف درجات الحرارة بتزيد ولا بتقل ولا بتبقى واخدة نفس درجة الحرارة بتاعت المكان، وبنسيب الثرموميتر في المكان اللي هنقيس درجته ده على الاقل لمدة ساعة.
تمام كده، وبنشوف ممكن اقبل النتيجة بتاعتي لو يعني كان الرينج بتاعي بيزيد او ينقص نص درجة، يعني نص درجة ده كمان كده كتير قوي 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 قوي. طيب بقيس تاني درجة الحرارة اكتر من مرة لمدة يوم او يومين قبل ما ابتدي ان انا ادخل الثرموميتر تاني جوه الجهاز بتاع الهوت اير اوفن بتاعي، علشان انا مش هينفع اطلعه تاني. فانا بعمل كده كاليبريشن في حالة لو انا هخرجه من الجهاز، لكن انا لو يعني هستخدم البلت ان انا لازم برضو اعمله كاليبريشن، يعني انا مش هينفع ان انا اسيبه كده بالطريقة دي. فانا بالنسبة لي لازم اعمل كاليبريشن بدرجات حرارة مختلفة، وبيبقى عندي بيبقى الكاليبريشن لمدة يوم او يومين علشان اتأكد من الكفاءة بتاعته. طبعا من الحاجات برضو الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده معايا في معمل الميكروبيولوجي اللامينار فلو كابين او الكلين بنش. طب بيستخدم في ايه الكلين بنش او اللامينار فلو؟ بيستخدم علشان اقدر ان انا اتحكم او اعمل كنترول في الانفكشنز اللي موجوده عندي في السامبلز، او ان هي تتطاير او تخرج او تعمل كونتامينيشن للمكان اللي انا شغاله فيه، لان هي ممكن تعمل كونتامينيشن ليا او انفكشن ليا، ممكن تعمل كونتامينيشن للسامبلز التانية. فانا علشان كده يعني بستخدمها لافويدنج للكونتامينيشن. طيب بستخدم ازاي؟ examples include بتبقى عبارة عن ايه؟ grinding or mincing of tissue، بقدر ان انا اطحن او ان انا اعمل طحن او فرك للعينات. بعمل فيها preparing direct smear and wet mounts، بقدر ان انا احضر فيها العينات الرطبة او السميرز اللي هي بتبقى الشرايح او السبيسمنز اللي انا بفردها على الشريحة. بعمل بليتنج للسبيسمنز، بعمل ايدنتيفيكيشن بروسيجر فور مولدز. دي الاستخدامات بتاعت اللامينر اللي ممكن استخدمها عشان اعمل كونتين الانفكشن. طيب تاني حاجة، to protect sample or materials from external contamination، قلنا ان انا عندي بحمي برضو من ان انا يحصل عندي contamination. ازاي؟ by performing procedures with sterile fluids، وعندي be preparation of media or reagent solution spectrally، ان انا ببتدي ان انا aseptically ببتدي ان انا احضر عندي او ببتدي اعمل تحقيم للمكان اللي انا شغال فيه، وببتدي ان انا بشتغل بيه سوائل او التحضيرات بتاعتي بتبقى معقمه، ببتدي ان انا اعمل disinfection او بعمل تعقيم ب aseptically solutions بتبقى معقمه زي الفينول زي الكحول زي الكلور طبعا، بس يبقى الكلور مخفف جدا جدا عشان ما يعملش برضو كوروجن او يعمل تآكل للاجزاء بتاعت اللامينر. تمام كده. فانا لو هشتغل على اللامينر لازم اخد بالي ان انا وانا شغاله فيه لازم اعمل تشيكينج للالترا فايلوت لايت سورس، لازم اعمل تشيكينج على ال HEPA فلتر اللي هو بيعمل فلتريشن للاير جوه، لازم اعمل تشيك على الاير كومبريسور، لازم اعمل مينتننس دورية على طول، وابص على اليو في لايت والفلتر دايما، ما اشتغلش وابقى سايباهم كده، لا مجرد ما بخلص ببتدي اقفل اللامينر وبفصله علشان ما الحاجات دي ما يتمش هدرها او ان هي تبوظ معايا بسرعة. طبعا لما باجي اعمل ديزاين لللاب بتاعي ابقى واخد بالي ان انا لما اجي احط اللامينر ما احطوش في مكان قريب من الباب، يعني ما بحطوش في نير دورويز، لا بحاول ان انا ابعده تماما عن الباب، لان الباب المفتوح ده او التهوية اللي من بره بتعمل كونتامينيشن للعينات بتاعتي. وبرده ما بتدي وما احطش برده اللامينار في مكان قريب من التكييفات بتاعتنا او الاير كونديشنز علشان ما بقاش في برده تلوث من الاشخاص اللي موجودين من المكان، فلازم اخد بالي. وطبعا ما بستخدمش البنزين بيرنرز فيها، لا انا بستخدم الالكتريك بيرنرز او بستخدم
البلت ان بيرنرز دي ما بتبقاش بنزين عشان ما يبقاش اللهب يعمل تآكل للأجزاء او يعمل حريق لا قدر الله. برضو لو انا شغال بالميديا بوتلز او فلاسكس او لارج كونتينرز، بعد ما بخلص طبعا ببتدي ان انا اشيلها طالما انا مش عايز استخدمها، لان هي بتعمل لي زحمة في المكان وانا شغال والهاندلنج بيبقى صعب، ممكن حاجة تقع تعمل كونتامينيشن فيبقى فيه مشكلة عندي خالص. طيب ازاي بعمل انستليشن اند سيرتيفيكيشن لللامينر فلو؟ طيب طبعا انا عندي كل كابينة بيجي اشتغل فيها لازم لما اجي اعمل لها السيرتيفيكيشن لازم ابص في كل الاجزاء اللي فيها، UV light زي ما احنا قلنا، الاير فلو لازم ابص فيها تمام وتبقى not excessive، ما تبقاش مسدودة، ما تبقاش مقطوعة، ما تبقاش فيها اي مشكلة، والفلترز تبقى موجودة تمام وتبقى نظيفة ما فيهاش اي حاجة تسد مجرى الهواء او يحصل اي مشكلة، لمبة اليو في ما تبقاش مشروخة، ما تبقاش مكسورة، ما يبقاش فيها اي مشكلة، تبقى محطوطة في وضعها صح، ابقى ظابط الويف لينث بتاعت اليو في بتاعتي، علشان انا لو مش ظابط الويف لينث اليو في لامب بتاعتي ممكن يحصل ليا حرق، ممكن يحصل اي مشكلة في الشغل بتاعي، ممكن يحصل اللي شغال ميوتيشن فيحصل له مشاكل جلدية، ممكن يحصل له لا قدر الله اي مشاكل تصيبه بامراض خطيرة مثلا على المدى الطويل. يعني لازم كمان اعمل كاليبريشن للانتيك والاكزوست اير فلو، لازم تبقى بالانسد، لازم اعمل لها ريكوردينج علشان اشوفها ماشية تمام ولا لا، لازم اعمل فيلد تيست للكابين. ازاي بعمل ديترمينيشن للورك فيلوسيتي، بعمل ميجرمنت للفيس فيلوسيتي، الاير فلو فيلوسيتي، لازم اعمل ديترمينيشن للاتش اي بي اي فلتر انتجريتي، لازم اعمل ديترمينيشن للاير فلو باترنز زي السموك تيست، بشوف فيه بيدخن ولا لا، بيعمل مشاكل ولا لا، بنعمل تشيكينج لايتنينج انتنسيتي وتمبريتشر وفايبريشن والنويز ليفلز، لازم اعمل تشيكس للحاجات دي كلها. بعد ما بنخلص التشيكينج دي ببتدي اعمل السيرتيفيكيشن مع الترينت بيرسونال. طبعا لازم عشان ادي سيرتيفيكيشن دي لازم يكون البيرسونال شغال، لازم يبقى شغال بطريقة ستاندرد، ولازم يكون بيعرف يتعامل كويس جدا مع البيولوجيكال كابينز، لازم يقدروا يتحكموا كويس جدا في اي مشكلة تحصل مع الكابين، لازم يكونوا متدربين كويس على الشغل جوه الكابين، لازم يبقوا عارفين ازاي بيتعاملوا معاه ويتعاملوا مع الاجزاء المختلفة زي ما احنا ذكرنا، علشان اقدر ادي السيرتيفيكيشن للي هيشتغل على اللامينر. طبعا لو انا مثلا هعمل اي تنقلات في المعمل او ان انا هبتدي اعمل تجديد، هعمل اي حاجة هتحتاج فيها تغيير مكان اي جهاز عموما، لازم بعد ما بغير مكان الجهاز ده هعمل له كاليبريشن، ده لازم حتى لو كان ابسط حاجة وليكن البالانس الميزان، لازم اعمل له كاليبريشن علشان تغيير المكان من مكان لمكان ده ممكن يختلف، البنش ممكن مستواه يبقى مختلف، ممكن يبقى فيه حتة مايلة، ممكن يبقى فيه مشكلة، فحاجة تأثر في الشغل بتاع الجهاز بتاعي فتبقى طبعا مشكلة. فأنا لو أنا بشتغل على مستوى الكابين أو اللامينر، بعد ما بنقله أو بحرك مكانه لازم أعمل له ري سيرتيفيكيشن تاني. فطبعا الريسيرتيفيكيشن ده بيبقى يعني بعمل فيه ايه، بعمل انشور ان الكابين ما حصلهاش دامج اثناء الانتقال، ببقى متاكد ان الايكويبمنت او الكابين بتاعتي ما حصلهاش اي مشكله، ما فيش حاجه اتهزت، ما فيش الباور سبلاي ما اتحركتش، اليو في لامب ما اتحركتش، الفلتر ما وقعش، ما حصلش اي مشكلة يعني ما حصلش فيه مشكلة خالص. طيب برضو بعمل ريسيرتيفيكيشن للكابين لو انا هغير ال HEPA فلتر، لو هو اتصلح اتغير لازم اعمل ريسيرتيفيكيشن. برضو السيرتيفيكيشن للكابين بتتعمل على الاقل كل سنة،
يعني لازم تتعمل على الأقل كل سنة. فأنا لازم أبقى ضامن الحاجة اللي أنا هشتغل بيها تمام ولا مش تمام، علشان أقدر أدي سيرتيفيكيشن للمكان إن في كواليتي أشورنس عندي موجودة. روتين كواليتي كنترول للامينر فلو، يعني ايه الحاجات الدورية اللي لازم اعملها علشان اضمن كفاءة الجهاز في كل مرة انا هستخدمه؟ طبعا احنا قلنا لازم اعمل ديس انفكشن تطهير، عن طريق ان انا وانا شغال او قبل ما اطفي او بعد ما اطفي بسرعة على طول، يعني بجيب بقى بعمل وايب داون للكابين كلها، وببتدي ان انا اخد باك والسايد وولز، وباخد كل الاتجاهات بتاعتي بالديسانفكتنت سوليوشنز زي الديتول زي البليتش زي الايثانول، وببتدي ان انا اشتغل بالراحة جدا علشان ما فيش اي حاجة تتحرك من مكانها. وطبعا لو انا هستخدم البليتش زي ما احنا قلنا، بحاول ان انا بالراحة ما اجيش جنب الميتال سيرفيس عشان ما يحصلش كوروجن او تآكل للميتال اللي انا بعمله ديس انفكشن. طيب ببتدي ان انا اعمل تشيك للبلاور اللي بيشتغل معايا، بنقعد نسمع نشوف صوته عامل ازاي، listen للساوند بتاع البلاور، بنعمل اوبزرفيشن للاير فلو، بنشوف بالنسبه لنا الاير فلو عامل ازاي، بنعمل كمان كفر للوركينج. كفر الوركينج عن طريق ان انا ببتدي ان انا اكتب اسمي، انا استخدمته امتى، كانت الساعه كام واستخدمته ليه وقعدت قد ايه والكلام ده كله. وببتدي ان انا بعد ما بخلص بعمل كفر بقى ان انا بقفل خالص الجهاز بتاعي، وبحاول ان انا لما باجي اقفله بقفله بحاجات تبقى مثلا بلاستيك شيتس او حاجات زي كده، ومحاولش ان انا استخدم بيبر يعني علشان ما يبقاش فيه اي كونتامينيشن او حاجة، لان البلاستيك شيتس بتبقى اسهل كتير في التنظيف. يعني بالنسبة للروتين كواليتي كنترول لللامينر، ممكن تبقى على مستوى ويكلي، تبقى مانثلي، تبقى ييرلي، يعني على حسب لو انا هعملها ازاي. لو انا هعملها اتش ويك، مجرد بس كل اللي انا بعمله كلين اليو في لايتس وبعمل لها وايبنج ويز 70% ايثانول، 70% ايثانول وخلاص على كده. طب لو انا هعمل السيرتيفيكيشن او هعمل المينتنس اتش مانث، هنبتدي ان احنا يعني هيبقى الاستخدام طبعا بعد شهر بيبقى كتير، يعني طبعا ان احنا هنبتدي ان احنا نشيل كل الفنت كفرز، وهنعمل كلين للجتر بالديس انفكتنتس، وهبتدي ان انا اعمل ديس انفكتنت للاريا كلها والفلتر بتاعي لمدة 20 minutes، وهبتدي ان انا انضف بمية مقطرة ومية معقمة كده بالراحة بحيث ان انا تبقى الدنيا نظيفة معايا. هنعمل ميجر لليو في لايت اوتبوت اشوفه هيبقى عامل ازاي. طب لو هعمل مينتنس اتش يير، ده اللي هو بقى ايه الكابين ريسيرتيفايد اللي احنا قلناه، الثمان او تسع خطوات اللي احنا قلناهم علشان خاطر نعمل الريسيرتيفيكيشن as needed في حالة الاحتياج، يعني لو انا فعلا محتاجة انضفه، في حاجة وقعت، في حاجة حصلت مشكلة، بنعمل clean up small spills، الحاجات اللي وقعت بنشيلها، replace absorbent covering if contaminated بنشيلها لو هي الكفرز دي اتلوثت، بنعمل remove and replace discard containers، بنشيل كل الحاجات اللي ممكن بنشيل فيها الادوات اللي جوه، بننظفها بنغيرها بنعملها، ده لو انا في حاله ان انا محتاجه اغيرها، لو مش محتاجه خلاص بسيبها زي ما هي. طبعا علشان اقيس اي اختلاف في درجات الحراره او اقيس درجات حراره لاختبارات معينه لحاجه معينه، لا غنى عن الثرموميتر. فالثرموميتر دي وسيله بستخدمها عشان اعمل ميجرمنت للتمبريتشر، بس مش اكتر من كده ولا اقل. طبعا انا الثرموميتر في منه انواع. اول حاجه الليكويد ان جلاس ثرموميترز، اللي هي الثرموميتر العاديه جدا اللي هي بتبقى عباره عن موجوده في جلاس وبيبقى فيه زئبق او اتش جي موجود عندي، وبيبتدي يرتفع او ينخفض على حسب درجه الحراره.
طيب بنعمل ايه؟ بنحضر اول حاجة ايس باس، ونبتدي ان احنا نحط فيه الثرموميتر ونشوف هيديني درجة حرارة قد ايه. طيب بعد كده طبعا انا ما بلمسش التلج اللي انا حاطط فيه الثرموميتر على قد ما اقدر عشان ما اعملش اي كونتامينيشن. وبعد كده ببتدي ان انا اخد الترمومتر بعد ما حطيته في الايس ايس باس، ببتدي ان انا اشيله وبعمل له ووشنج بديستلد ووتر قبل ما احطه في سلاش باس. بعد كده بناخد الايس بوينت ريدنج بتاعتي بتاعه الثرمومتر، وبعد كده ببتدي ان انا اخد بالي ان انا الميركوري عندي مش ثابت في مكانه، باخد بالي ان انا عندي النقطة الزئبق دي مش ثابتة، لا بتتحرك معايا. وببتدي ان انا استنى 5 دقايق بعد الووشنج علشان اعمل الديترمينيشن بتاعي في السلاش باس. بعد كده ببتدي ان انا بعد ما بعمل بحضن على السلاش باس اخد القرايه بتاعتي، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل ريكورد للقرايه واتاكد ان القرايه معايا في درجه الحراره اللي انا ظبط عليها الباس بتاعي. وبكده انا عملت كاليبريشن بطريقه بسيطه جدا جدا ما فيهاش اي مشكله بالنسبه للليكويد ان جلاس ثيرمومترز. بعد ما اخدت الايس بوينت وحطيت الثرموميتر عندي في السلاش باس علشان اقدر احتفظ بدرجة الحرارة عندي، ببتدي ان انا اخد الكاليبريشن بتاعي بعمله في هيتد باس. الهيتد باس بتبقى درجة الحرارة 25 degrees 30، اي درجة حرارة بقى ابتدي اعلي زي ما انا عايز واشوف التحرك بتاع التحرك بتاع نقطة الزئبق عندي بتبقى عاملة ازاي. فانا بالنسبه لي هشوف التحرك تمام مفيش مشكله خلاص اوكي، ابتدي ان انا اعمل ريكورد لدرجات الحراره بتاعتي، وابتدي اعمل زي رسم بياني اقدر فيه ان انا اعمل لوج للريزلتس بتاعتي، وابتدي اشوف درجات الحراره فعلا ماشيه مع بعضها ولا لا، علشان يبقى ده بالنسبه لي الثرمومترز ماشيه معايا مع الستاندرد ثرمومتر اللي موجوده في الكيو سي فورمز مفيهاش اي مشكله خالص. طبعا من الاجهزه مهمه جدا في شغل المايكروبيولوجي الووتر باس. الووتر باس دول بيستخدموا في ايه؟ بنستخدمه علشان خاطر نعمل انكيوبيتنج او نعمل مينتيننج للعينات بتاعتي على الكونستانت تمبريتشر، او بستخدمها علشان اعمل ميلتنج للايجر ميديم اللي انا بشتغل بيها بدل ما اعرضها للدايركت فليم ممكن يحصل لها حاجه، ممكن تتحرق، ممكن يحصل لها اي مشكله، فلا بستخدم الووتر باس دي بتبقى سيف اكتر. طب بعمل ازاي الانيشال كاليبريشن للووتر باس؟ بجيب الووتر باس بتاعي وبجيب بملاه بديمينرالايزد ووتر بتبقى ميه او دي ايونايزد ووتر بتبقى ميه منزوعه الاملاح والايونات، و بملاها لحد الليفل المسموح بيه ان انا املى عنده في الجهاز تمام كده. بعد كده ببتدي ان انا اوصل الجهاز بالكهرباء عندي، وبعد كده ابتدي ان انا اشوف الثيرموستات الموجوده عندي، اظبط درجه الحراره واشوفها بتوصل لدرجه الحراره اللي انا عايزاها ولا لا، ابتدي اقيس بالثيرمومتر عندي individual ثيرمومتر كده، ابتدي اشوف درجه الحراره تمام معايا. احيانا في بعض الووتر باس بيبقى فيهم شيكينج، اتاكد من حركه الشيكينج عندي تمام، اتاكد من الشيكينج سبيد عندي، اعمل ار بي ام مختلفه واشوف عندي الشيكينج ماشي تمام ولا في مشكله، اشوف التمبريتشر زي ما احنا قلنا. كل ده انا بعمل له قياس لما باجي اعمل كالبريشن للووتر باس. الديلي روتين كواليتي كنترول للووتر باس بتتعمل ازاي؟ اول حاجه بعمل تشيك للووتر باس، بعمل تشيك للووتر ليفل في الووتر باس عندي، وبتاكد ان هي المايه موجوده عندي تبقى sufficient، اتاكد ان مفيش bacterial or algae growth، مفيش اي contamination عندي، ولازم المايه دي يبقى فيها antimicrobial agent او antifungal او antialgal، يعني بحط فيها حاجات بتمنع نمو الميكروبات علشان ما تعملش معايا مشكله مع الوقت.
بتأكد ان مفيش عندي mineral deposits علشان ما تعملش صدى وما تعمليش مشاكل، ان الصدى ده ممكن يمنع الهيت ترانسميشن عندي، وتبقى درجة الحرارة اللي بتوصل ليا قليلة جدا وبيحصل لها اي فقد. فلازم اتأكد ان انا ما عنديش mineral deposits عندي موجودة في الووتر. بس لازم اعمل تشيك فور ليكس، ما يبقاش فيه اي تسريبات، ما يبقاش فيه اي ثقوب، ما يبقاش فيه اي تآكل في الجهاز يعمل تسريب مية او يعمل اي مشكلة، وممكن لا قدر الله يعمل ماس كهرباء او يعمل ان يكهرب اي حد يعني بيشتغل. فلازم اتأكد من ان ما فيش عندي تسريب في الجهاز. لازم اعمل تشيك للتمبريتشر مع باستخدام الثيرموميتر زي ما احنا عارفين. طب لو انا هعمل الروتين بتاعي مانثلي، طب هعمله ازاي بقى؟ هبتدي ان انا الاول اعمل صرف للميه اللي موجوده عندي، وهنضف الباس عندي كويس جدا جدا جدا. هنجيب قماشه او هنجيب حاجه تبقى معقمه ونظيفه، تيشو معقمه ونظيفه، ونبتدي نسحب ننظف بيه الجهاز بتاعي كويس جدا 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 جدا، وننظف الانز بتاعته والحواف والكلام ده كله، ونخلي بالنا ان انا عندي ما يبقاش فيه اي تسريب، وما نستخدمش الكلور علشان ما يعملش اي تآكل في الجهاز بتاعي. بعد ما بنظف كويس جدا وبتأكد ان مفيش تسريبات، وبشيل الاماكن لو في اي مينرالز عندي، حاجات صدى بتاع الكلام ده كله، بشيله وبنضف. وبعد كده بعد ما بنضف بشطف بميه كويس جدا نظيفه مقطره. بعد كده برجع املى الميه تاني، املى الجهاز تاني بميه منزوعه المعادن اللي هي دي مينرالايزد ووتر، ديستلد ووتر، او دي ايونايزد ووتر، وببتدي ان انا اضيف الانتي بايوتكس اللي عندي، الانتي مايكروبيال ايجنتس عندي، سواء انتي فانجل انتي بكتيريال، اي حاجه هستخدمها عشان ما تعملش اي مشكله. وبعد كده بوصل الكهرباء تاني، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي خالص. طبعا بالنسبة للمعمل مايكروبيولوجي لازم يتوفر فيه بايبتس ولوبس. طيب البايبتس أو المصات اللي أنا بستخدمها ليه؟ بستخدمها علشان quantitative cultures we prepare inoculant for antimicrobial tests. يعني بمعنى اصح بستخدمها عشان اخد حجم معين من suspension معين او solution معين او اي liquid معين، باخد منه small volume بشتغل بيه، ويبقى الحجم بالنسبة لي معلوم وواضح جدا جدا. طبعا بستخدمها عشان برضو اخد حجم معين من حاجة معينة انا هشتغل بيها، عشان اعمل ستاندرد كيرف لحاجة معينة. يعني ليها فوائد كتيرة جدا في شغل المايكروبيولوجي بتاعنا. طب ازاي بعمل كاليبريشن للبايبتس؟ طبعا انا عشان اعمل كاليبريشن للبايبتس ببتدي اعمل حاجة اسمها كاليبريشن كيرف لحاجة معينة معلومة، معلوم الكيرف بتاعها، ببتدي اعمل منها تخفيفات معينه او ديليوشنز معينه بفوليومز مختلفه، وببتدي اعمل كاليبريشن عشان اشوف فعلا البايبت دي شغاله صح ولا لا. فاحنا هنشتغل على الجرافيمتريك بايبتس. ببتدي ان انا اشتغل بواحد ملي من الميه، وبحط فيها بوتاسيوم دايكروميت، وبعمل منها محلول متدرج التركيز، او بعمل منها different concentration، وببتدي ان انا اقيس على السبكتروفوتوميتر الابسوربنس بتاعي علشان اعمل كالبريشن كيرف. فبالتالي ابتدي اشوف اذا كانت البايب بتاعي شغاله تمام ولا لا. في حاجات يعني في حاجات لازم اخد من بالي منها وانا شغال بالبايبت بتاثر في البايبت كاليبريشن. ان انا وانا شغال بعمل تشينجينج او بعمل تغيير للتيبس اللي انا شغاله بيها. لو انا شغاله بتيبس مختلفه
لازم اتاكد ان التيبس لازم تكون نفس الحجم، لازم تكون من نفس النوع، ما استخدمش حاجة من نوع مختلف، لا، لان ممكن النوع المختلف ده يبقى فيه اختلاف في اي حاجة، فلازم ان انا استخدم نوع معين ونفس الحجم، ما استخدمش حاجة مختلفة تماما. طيب برضو لازم اعمل بري رينسينج للبايبت تيبس. لو انا هعمل اعادة غسيل للبايبت تيبس دي، اخد بالي ان هي مغسولة كويس جدا، ما يبقاش فيها اي بواقي من حاجة متفضلة عندي. لازم تكون تضمن ان التوزيع يبقى كويس، ما بقاش فيه حاجة مسببة عائق في ان العينة يتم اضافتها مثلا للميه او للسسبنشن او للحاجه اللي انا عايزه اضيفها، ما يبقاش فيه مشكله، لان هي لو عملت اعاقه، لو في جزء عمل اعاقه، بتعمل لي مشكله في الهاندلنج بتاع السامبل بتاعتي. لو انا هستخدم البايبت، هستخدمها لفترات طويله او هستخدمها في خطوات كتيره، لازم اعمل لها رينسينج قبل ما اشتغل، ولازم اعمل لها رينسينج اثناء ما انا بشتغل، يعني برضو اضمن ان هي مغسوله ونظيفه، واضمن ان هي ما فيهاش اي impurities موجوده تعيق عمليه الديلوشن مثلا او عمليه الترانسفورميشن للسامبل بتاعتي. طيب لو انا عندي البايبت هستخدمها ترانسفيرنج مرة واحدة، مفيهاش مشكلة، هي مرة واحدة بري رينسينج بس قبل ما بشتغل وخلاص، لكن ما بعملش يعني اكتر من كده. طيب ايه هي الانفايرمنتال كونسرنز للبايبت كاليبريشن؟ اول حاجه لازم اكون درجه حراره البايبت لازم تكون متظبطه وتكون كاليبريتد، والروم اير لازم يكون تمام، ما يعملش اي اعاقه لحركه البايبت، ولازم يكون معايا تيست ليكويد اللي هي الووتر اللي انا بعمل بيه الكاليبريشن، ولازم تكون كل العوامل اللي انا بشتغل بيها، البنش يكون مساعد ان انا اشتغل، السامبل اللي كنت بشتغل بيها ما تبقاش مثلا مش قادر اتعامل معاها، لا، ببتدي ان انا اعملها بطريقه معينه علشان اقدر ان انا اخففها، او ان انا اقدر ان انا ابعد الامبيورتيز الموجوده عندي. حاجة كمان لازم اتأكد ان درجة الحرارة برضو اللي انا هشتغل فيها تبقى مناسبة، علشان خاطر اختلاف درجات الحرارة ممكن يعمل مشكلة لما بيجي انقل العينة بتاعتي اللي انا شغال فيها. طبعا لازم اعمل اخلي بالي من الرطوبة، وفي المكان اللي انا شغاله بيه، وما تبقاش المكان ما يبقاش جاف قوي، وما يبقاش المكان فيه هيوميديتي عاليه. حاجه كمان لازم استخدم ميه، الميه مثلا اللي انا هستخدم فيها اللي انا هعمل فيها التخفيفات، او ان انا هعمل فيها السامبلز بتاعتي، لازم تكون ما فيهاش بابلز، او ما بقاش فيها اير بابلز، علشان دي بتأثر معايا لو انا بعمل سحب، فالاير بابلز دي هتعمل لي فوليوم في الحجم، او هيتم حسابها في الحجم اللي انا هشتغل بيه، دي طبعا تبقى مشكلة. لازم اكون وازن العينات كويس جدا، وعارف انا خدت منها قد ايه، وهاخد منها اخدت منها قد ايه، والمتبقي منها قد ايه، وانا سحبت منها، لازم اكون حاسب الحاجات دي كلها، علشان متخش معايا في الفاكتورز المختلفة اللي بتأثر عندي في عملية الكالكوليشنز، وفي الاخر هي دي برضو اللي هتأثر لي في نتيجة الريبورت اللي انا هشتغل بيه. من الحاجات اللي لازم طبعا تبقى متوفرة في معمل الميكروبيولوجي الجلاس وورز والبلاستيك وورز، اللي هي الأدوات الزجاجية والأدوات البلاستيكية. طب بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها طبعا علشان نعمل جروث للمايكرو أورجانيزمز، بنبتدي ان احنا نستخدمها علشان نعمل ناخد فيها فوليومز معينة، نعمل بريبريشن للميديا، نعمل فيها ديليوشنز، ليها استخدامات كتيرة جدا 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 جدا. طيب لازم الجلاس وورز دي لازم او البلاستيك وورز قبل ما بشتغل بيها لازم اعمل
examination للكواليتي بتاعتها، لازم تكون هاي كواليتي، ولازم تبقى temperature resistant، ولازم تكون هي اساسا resistant. ما ينفعش ان انا اشتغل بحاجة ما بتتحملش، فلازم تكون soft glass، ولازم تكون soft surface، ما يبقاش فيها اي شوايب، ما يبقاش فيها اي مشاكل، لازم تبقى clear جدا 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 علشان اقدر اشتغل بيها، واقدر ان انا اعمل فيها measurements، واقدر ان انا اعمل فيها كل الشغل اللي انا عايز اشتغل بيه. طبعا ال reusable glassware وال plastic ware بعد كل استخدام طبعا لازم يتعقموا ويتعقموا يتغسلوا ويتعقموا ونستخدمهم وهكذا. اما بلاستيك انا مجرد ان انا بعمل لها اعدام خلاص، وممكن ان انا اتخلص منها وما فيهاش اي مشكلة خالص. طبعا لازم اخلي بالي وانا بغسل الادوات بتاعتي ان انا ما يبقاش فيها اي ديترجنتس، او يبقى فيها اي انواع من الحاجات اللي ممكن تسبب لي مشاكل في الاختبارات بتاعتي المختلفة. فلازم ان انا اكون غاسل الجلاس وورز بتاعتي كويس جدا، لازم اكون اغسلها بالميه الاول، وبعد كده ببتدي ان انا اضيف عليها نقط من البروموثايبرين بلو. ده بي اتش انديكيتور بيتحط علشان اعرف اذا كان في عندي حاجه موجوده متبقيه من الديترجنتس ولا لا. لو يعني البروموثايبرين بلو لو انا عندي كومبليتلي ريموفد، ما بيبقاش في عندي اي مشكله، والبلو جرين من البي اتش اللون بتاعه ما بيظهرش. اما لو ابتدى يتحول لونه البلو جرين العادي بتاع اللي هو المفروض يتحول في الوسط لو في ديترجنتس عندي، ف بيظهر يعني. اما لو البي اتش اقل من 6.5 عندي بيتحول لونه اليلو. طبعا تغير اللون بتاعه ده دليل عندي ان في ديترجنتس موجودة عندي. طبعا لازم اكون قبل ما استخدم الجلاس وورز برضو لازم اكون اعمل لها دراينج ومجففها كويس جدا جدا في الهوت اير اوفن، وعلشان ما يبقاش فيها اي مشكلة او ما يبقاش فيها مية قبل ما انا اشتغل، علشان ما تبقاش مصدر تلوث او مصدر ان هي تخلي الكونسنتريشن بتاع السامبل بتاعتي او الميديم او اي حاجة هشتغل بيها يختلف عن الكونسنتريشن اللي انا عايزاه. طبعا عملية الري ووشنج دايما للجلاس وورز دي مشكلتها ان هي بتعمل توكسيسيتي، في حاجات ممكن تبقى تعمل توكسيسيتي، فلازم عندي السايت توكسيسيتي او توكسيسيتي تيستينج، لازم اعمل لها كاليبريشن انولي، لازم اقيس السمية في الادوات دي بصفة مستمرة سنويا. لازم اخد بالي انا هشتغل بايه بالظبط. لو انا شغال في حاجات ليكويد طبعا هتبقى في فلاسك تيوب، لو انا هشتغل بسوليد ميديم مثلا هبتدي اشتغل في بيتر ديشز او فلاسكس، مجرد بس ان انا اوزع او ان انا عندي الستاب تيوبس او عندي السلانس. طبعا دي معروف احنا بنشتغلها ازاي، ودي جزء انتوا اخدتوه في العملي. طبعا ببتدي ان انا لو انا عندي جودة الجلاس وورز كويسة جدا، ببتدي اقدر اشوف الكولونيز المختلفة، بشوف الميكروبيال جروث، بقدر اعمل لي ديترمينيشن كويس، بقدر ان انا اشوف اعمل كاركترايزيشن لل الكولونيز كويس جدا، وبقدر ان انا ادي الريبورت بتاعي بشكل برضو جيد. بعد كده بالنسبة لي برضو انا لما باجي اشتغل في معمل مايكروبيولوجي بيهمني الجزء الخاص بالميديا والريجنتس. الميديا والريجنتس دي حاجة لا غنى عنها في الشغل المايكروبيولوجي. طبعا انا بستخدم الميديا علشان اعمل جروث للمايكرو اورجانيزمز، او ان انا ببتدي ان انا انميها في وسط مناسب للنمو بتاعها، علشان خاطر اقدر ان انا اعمل لها كاركترايزيشن، واعمل اقدر ان انا اعمل لها ديفرنشيشن، واعمل لها ستادي او ادرسها. طيب طبعا لازم اخلي بالي وانا بشتغل بالميديا والريجنتس ان انا اعمل كوريكت واي، لان الانكوريكت واينج بيعمل مشكله عندي، وبيخلي فيه ميكروبات ممكن بيحصل لها انهيبيشن، او بيحصل فيه مشكله عندي في التيست.
دايما اخلي بالي لما اجي اشتغل اشتغل بدراي ماتيريالز، ما اشتغلش ب ليكوفايد سوليوشنز، لا اشتغل بالدراي ماتيريالز، واتجنب ان هي يحصل لها اكسبوجر للهيت والمويستر والاكسديشن. بخلي بالي اخلي بالي من الوزنات بتاعتي، لازم تبقى الوزنه صح وسليمه، لان الانكوريكت ميجرمنت بيحصل فيه عندي مشكله، بيبقى فيه يحصل ديليوشن. لو انا مستخدم ميه غلط، الفوليوم بتاعها غلط، ممكن يحصل ديليوشن، ممكن يحصل ان التجربه تدي نتيجه مختلفه، او يحصل اي مشكله عندي تديني ايرور في الريبورت اللي انا هطلعه لي المهتم بالريبورت ده، او صاحب الريبورت اللي هيبتدي ان هو يستيب. اخلي بالي وانا شغال ان انا اكون شغال بادوات نظيفه، طبعا بحضر فيها الميديوم والريجنس، لازم تكون فاين، ولازم تكون نظيفه، ولازم تكون كلين، ولازم تكون كلير كمان. لازم اعمل ميكسينج كويس، كومبليت ميكس، لان الانكومبليت ميكسينج بيحصل ان انا بيعمل لي مشاكل في الميديا وانا بحضرها، او بيعمل لي مشكله في الريجنتس اللي انا مختلفه اللي انا بعملها. من الحاجات او المشاكل اللي بتسببها الانكومبليت ميكسينج دي حاجه اسمها الفيلر تو بري ميلت، ان انا عندي يبقى لو انا بشتغل بايجر ميديوم ما بيبقاش عندي الايجر، ما بيحصلش سوليديفيكيشن كويس للميديا، بيحصل فيه مشكله عندي. ف اللي بيحصل ان انا علشان اتجنب الفيلر تو بري ميلت دي، بتجنب او الافويدنج الاوفر هيتنج للميديا during preparation and sterilization. بحاول ان انا اعمل ديترمينيشن للبي اتش يبقى مناسب جدا. بحاول ان انا اخلي بالي من ان انا استخدم، طبعا قلنا دراي او دي هايدريتد ميديا لازم اكون شغال بيها. اتجنب ان انا اشتغل بالاكسبايرد كيميكالز والاكسبايرد ميديا، الميديا المختلفة، اتجنب الحاجات دي كلها. وطبعا لازم ان انا اشيل الميديوم احافظ على الميديوم والريجنتس المختلفة عندي في كابد بوتلز وتايتلي كلوزد بلاستيك لينرز، وتبقى موجودة في كول دراي بليس وبروتكتد فروم لايت. طبعا طبعا ان انا ما بحاولش اشيل الميديا والريجنتس اكتر من 6 شهور. 6 شهور دي فترة طويلة جدا على فكرة. فالحاجات المشكلة ان هي القديمة دي بتعمل لي مشكلة في الديتكشنز والاختبارات المختلفة، وبتديني ايرور في النتائج بتاعتي. فعشان كده لازم على قد ما اقدر اشتغل بحاجات فريش بريبيرد يعني، ولازم اعمل للحاجات اللي انا شايلها الاستوكس دي لازم اعمل لها كاليبريشن بشكل دوري علشان ما يبقاش فيه مشكلة عندي في الريزلتس. طبعا انا بعد ما بحضر الميديا وبعقمها لازم اعمل استيراليتي تيستينج، لازم ادرس كفاءة التعقيم بتاعي. طب بعمل ازاي كفاءة التعقيم؟ بعمل ان انا بجيب البيئة اللي انا عقمتها وببتدي ان انا احطها في بليتس او تيوبس مختلفه، يبقى سيلكتد بليتس اور تيوب ميديا. وقبل ما استخدمها ببتدي ان انا اسيبها لمده يوم قبل التلقيح او قبل ما اعمل لها انيكوليشن. طيب يعني بحضن في درجه حراره عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله. المفروض المتوقع ان انا لو انا عندي في كواليتي في الاسترلايزيشن ان انا عندي ال هيبقى فيه كفاءة في الاستراليتي، يبقى انا عندي مفيش اي كونتامينيشن ومفيش اي حاجة خالص، وابتدي اشتغل بالميديا عادي. طب لو حصل بقى ان انا لقيت فيه تربيديتي، لقيت فيه كولني فورميشن، يبقى معنى كده ان انا عندي الاسترلايزيشن كان انسفيشنت خالص، مش كافي، وفي مشكلة حصلت عندي في الاسترلايزيشن. عشان كده المشكلة دي لازم اتغلب عليها ان انا اعمل كاليبريشن اعمل كاليبريشن للانكيوبيتر، واعمل كاليبريشن للميديا اللي انا شغاله بيها، اعمل كاليبريشن للجلاس وورز، اعمل كاليبريشن للاوتوكليف، كل حاجه بقى اشتغلت بيها اعمل لها كاليبريشن، لان كده واضح ان في مشكله معايا في الشغل بتاعي. بعد ما عرفنا ازاي نقدر نعمل الكواليتي كنترول او الكواليتي اشورنس لكل الماتيريالز وكل الايكويبمنتس الموجوده عندي في الميكروبيولوجي لاب، ازاي بقى اقدر ان انا اطبق الكواليتي كنترول او الكواليتي كنترول بروسيدجرز عندي في المعمل.
الكواليتي كنترول زي ما احنا قلنا ان هي لازم performed on all materials and equipment في المعمل عندي علشان اقدر اعمل detection و isolation و identification و analysis of microorganisms عشان تطلع عندي التجارب او تطلع عندي النتائج. تمام، كل الكواليتي كنترول او الـ ضمان الجوده اللي انا بعمله لازم يكون شامل الميديا والستينز والبايوكيميكال تيست ريجنتس والايكويبمنت زي ما احنا اخذنا مع بعض وعرفنا كل ايكويبمنت او كل تول بنستخدمها بنعمل لها ازاي الكواليتي كنترول بتاعها. طيب بعد ما بنخلص الكالبريشنز المختلفة والكلام اللي احنا عملناه ده كله خالص، بناخد حاجة اسمها الكيو سي ريكورد، او بنقدر خلاص نحصل على الكواليتي كنترول بتاع المعمل الخاص بيا، وكمان بالنسبة للبيرسونال اللي موجودة معايا الناس اللي شغالين معايا كمان لازم يبقوا سيرتيفايد ولازم يكونوا واخدين معايا ان هما ليهم كواليتي وان الناس دي شغالة تمام وما فيهاش اي مشكلة خالص. طبعا لازم اخد بالي برضو ان احنا واحنا شغالين في معمل مايكروبيولوجي انا لما باجي اشتغل الاختبارات المختلفة لازم اكون شغال بالكنترول سترينز، يعني ما ينفعش اجيب ايزوليتس او عزلات مش معرفة واشتغل بيها، لا لازم يكون معايا كنترول سترينز ولازم تبقى معايا ديفايند ميديا ولازم معايا ديفايند ريجنتس، كل الحاجات دي لازم تكون ديفايند. طبعا السترينز لازم تكون well maintained، لازم تكون حفظها كويس جدا ولازم اختار الطريقة اللي هحفظ بيها او اعمل maintenance للسترينز دي، لان يعني دي بالنسبة لي بتبقى زي بنك بشيل فيه الحاجات اللي انا شغال الايزوليتس اللي انا السترينز اللي انا شغال بيها كلها. حاجة كمان ان انا لازم اكون براعي ان انا بطبق الشروط المتبعة في الكواليتي كنترول مع الهاندلينج مع السترينز دي، لان ممكن في حاجات تبقى فيها باثوجنز. لازم اكون متعرف السترينز دي لازم تكون متعرفة من اماكن معروفة دوليا زي الاي تي سي سي والبنوك المختلفة اللي بنستخدمها علشان نحفظ بيها السترينز المختلفة. طبعا عشان الميكروبيولوجي لابوراتوري بتاعنا يحصل على الكريدت او يحصل على يبقى سيرتيفايد لازم يحصل حاجه اسمها لابوراتوري اوديت، يعني تقييم للمعمل بتاعي. عشان يبقى الاوديت دي essential part of the quality assurance program of a laboratory، يبقى لازم تحصل الاوديت دي ولازم يحصل التقييم ده، والتقييم ده بيجي يعمل تشيك ان المكان ده ماشي على الكواليتي اشورنس بروجرام ولا لا، ولازم تبقى كل جزئيه الجزء الاجزاء بتاعت الكواليتي اشورنس كلها متغطيه ما يبقاش فيها اي حاجه من التريننج للستاف والستاف ذات نفسه والستاف ديفلوبمنت واللابوراتوري مانوالز والسيفتي بوليسز لازم والايكويبمنت مينتنس الى اخره زي ما احنا قلنا في السلايدز اللي فاتت. طيب لازم عشان اعمل الـ audit process دي لازم اعرف اجاوب على 5 اسئلة اللي هي what should we do, what do we do, are we doing what we should be doing, can we improve what we do, have we improved. ال5 اسئلة دول لازم اجاوب عليهم لان ال5 اسئلة دول هم المفتاح ان انا همشي الـ audit بتاعي صح ولا لا، احنا بنعمل ايه وايه المفروض اللي احنا نعمله وهل المفروض احنا بنعمل المفروض ان احنا اصلا نعمله ونقدر ان احنا نطور من نفسنا وهل احنا اتطورنا ولا لا بالفعل. فلازم اجاوب على ال5 اسئلة دول لان دول الـ5 مفاتيح المهمة للاوديت بتاعي. طبعا انا لما باجي اعمل لابوراتوري اوديت ما بيبقاش بس للناس المانجرز بس، لا ده بيبقى لكل التكنيشنز وبيبقى كل الستاف اللي شغالين معايا وبيبقى كل الهاوس كيبينجز الموجودين عندي وكل اللي انتوا ممكن تتخيلوه وكل التيم اللي شغال معايا بيتعمل له اوديت وبيتعمل كمان فيدباك وبيتاخد الفيدباك للناس دي
عن المكان، وبيتعمل لهم زي مش اختبار بس، بيتعمل لهم زي كده كويستشنير، بيتعمل لهم بيتعرف من خلاله الفيدباك عن المكان، هل هم مبسوطين، هل هم بيعرفوا يشتغلوا، هل المكان مناسب، هل المكان مش المناسب، يعني بيعرفوا الفيدباك دي كلها. يعني من الأسئلة اللي ممكن برضو المتعارف عليها اللي بتتسأل في المجال ده، اللي هو are it easy to use الأجزاء دي، are all relevant details provided by the user، هل بتقدر ان انت تعمل ايه هو ال date of sampling، ايه هو ال time of sampling، الحاجات دي كلها ال principles دي لازم تكون موجودة عند كل على الأقل عند كل technicians اللي شغالين في المجال، أو علشان أعمل ال audit لل repository بتاعي. طيب السامبل زي ما احنا قلنا ان هي لازم تكون دي اهم حاجة بتعامل فيها في معمل الميكروبيولوجي، ايا كان ايه نوعها بقى السامبل دي، فالسامبل بيبقى فيه مانيوال اصلا كمان خاص بيها علشان اقدر ازاي اعمل ليها هاندلينج، اعمل ستورج، ازاي اقدر ان انا اعمل لها انالايزنج، ازاي ابتدي ان انا اشتغل معاها كاري اب، ازاي اقدر اعمل تيست المختلفة ليها كلها. فانا السامبل دي اهم حاجة اقدر اشتغل فيها في معمل الميكروبيولوجي، لو اشتغلت سامبلينج صح يبقى انا كل ستيبس اللي انا هشتغل فيها بعد كده يعني بنسبة كبيرة جدا هتبقى اكيد صح معايا. طبعا اخر حاجة ممكن نتكلم عليها في الميكروبيولوجي لاب السيفتي بوليسز اند بروسيجرز. السيفتي بوليسز دي لازم تكون في عندي طريقة ان انا اعمل هاندلنج الهازارد، لازم يكون عندي في بايو سيفتي انسترومنتس، لازم يبقى على الاقل عندي ماسكس جلوفز، لازم يبقى في عندي جلوسز، لازم يبقى في عندي اللاب كوت، ده على الاقل حاجة. لازم يكون معايا كل الكفرز اللي انا اقدر هشتغل بيها، فلازم السيفتي مهمة جدا لأي حد هيشتغل معايا علشان أعمل avoiding dangerous substances أو ال hazard microorganisms ممكن تعمل لي infection، فسواء كان في معمل بقى حجمه كبير، معمل حجمه صغير، فالسيفتي بوليسيز دي لازم تكون متداركة بشكل مهم جدا 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 في أي microbiology lab هنشتغل فيه. وشكرا لكم.